لا لا ما تعملش ولا حاجة، أنا هي كده كده أنا شايلها وهضيفها لك لما نبدأ الشرح. السلام عليكم، لسه الناس ما وعليكم السلام، دخلتش. ازيك يا كبير؟ حبيبي ازيك يا دكتور احمد؟ حبيبي يا باشا، نور كل الدنيا سنة وانت والنار طيب، اللايف عندي، وكل سنة وانت طيب. منور بيك يا باشا. احنا تأخرنا شوية بس هو عشان الناس تبقى عارفة، هو أنا غصب لسه من في العيادة، عندنا يعني يعني. لو حد معتقد إن أنا متأخر بالقصد، والله أنا لسه في العيادة ما روحتش. فالراجل مروحش عشان يعمل اللايف قبل ما ايه، ما يروح، عشان كان ما المفروض نمش. يروح الأول، بس عشان خاطركم يعني ايه، وعشان خاطر ما نتأخرش عن كده، فاللايف معمول من بإذن العيادة. الله. أهلا بيكم الأول. عايزكم بس اللي دخل يا ريت يمنشن صحابه يعني، عشان خاطر نبدأ على طول. ثواني بقى، أخد أنا لينك اللايف. هل الكاميرا بتاعتي هتفصل دقيقة عشان أدخله على جروبات الواتس أو أوكي. الدكتورة دينا؟ معلش أنا بدور على شاير تليفوني، بس أنا مش اللينك. عارف أنا حطيته فين. تليفون ماشي براحتك، احنا دقيقتين كده على ما الناس تجمع. بس لا لا تمام. نزلي بس اللينك على جروبات الواتس وجروب التليجرام. الناس اللي مش على جروبات الواتس، اللي عايز يدخل ممكن يبقى يسأل على على الجروبات ويدخل عليها، بحيث ان في اي لايف بينزل اللينكات دي على الجروبات على طول. طبعا النهارده الدكتور احمد، مش مشكله، ميد ترم ميد ترم، سيبك من الميد ترم، مش هينفعك، الدكتور احمد اللي هينفعك. مش مشكلة، الدكتور احمد معاكم في هتنجح اللايف النهارده. هتنجح. مش مهم النجاح، المهم اللي بعد النجاح. بعد كده هتعمل ايه؟ لكن ايام الكليه دي مش مهمه خالص. تسلم يا دكتوره مريم. الله الدكتور يسلمك. احمد هيكون معاكم النهارده في لايف مهم جدا. انا نفسي هبقى قاعد زيكم بالظبط بتعلم يعني، وده ما يعيبش اي حد في اي حاجه. دكتور احمد من الناس المحترمه جدا، واللي انا يعني هو دفعتي واخويا وصاحبي وحبيبي يعني. حبيبي حبيبي واللايف ده انا متاكد انه هيفرق مع ناس كتير، خصوصا الناس اللي بتحب الكومبوزيت. لان الدكتور احمد بصراحه طول عمره يعني، حتى هو في الجامعه كان شغل الكومبوزيت بتاعه بحب مختلف الكومبوزيت من شويه. زمان. يعني انا فاكر، في انا ما بنساش في امتحان الاوبرتيف، كلنا كنا شغالين امالجم وانت جايب حاله كومبوزيت وشغال. ماله الامالجم يا عم؟ مش عارف والله ماله، ماله وجع القلب اللي احنا فيه ده، كان حلو الأمالجة. امتحان وبتاع وعايزين نخلص، وبعدين زمان ما كان كله امالجا، مديله امالجا. وبتعيش وزي الفل. انا عارف، ويجي العين يقول لك بلا 100 سنه. والضرس يتكسر والحشوة في مكانها ومحدش يقول لك حاجة. فيا ريت اللي هيمنشن حد يمنشنه على طول. الدكاتره بدات تمنشن اصحابهم اهو، عشان اللايف مش هيتعوض. منور يا دكتور اسامه حبيبي، ربنا يكرمك. هضيف لك بقى يا باشا الداتا بتاعتك، تمام. ومنشنوا بعض قبل ما الدكتور يبدأ، عشان يعني انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول له الدكتور احمد سيب اللايف او امسحه، الموضوع هيبقى اختياري ليه. ما انا بحضر، ده انا حاضر إن شاء الله اساسي. هنسيبه عادي. فمنشنوا بعض بسرعة عشان خاطر ايه، الناس اللي هتحضر تحضر من البداية. ده نورك يا فوقش، ده نورك يا حبيبي. فانا هطلع بقى واسيب لك المجال، هضيف بس حبيبي يا انت كبير. براحتك خالص، وانا مشاهد هتفرج مع الناس. بسم الله. إن شاء الله النهارده هنبدأ ندردش مع بعض كده شوية في حاجة ممكن تبقى أندر ريتد، الكومبوزيت ريستوريشن. وزي ما دكتور عبد الرحمن توفيق بيقول، هي طول ما بيتقال عليها حشوة مش هتاخد حقها، هي ريستوريشن مش فيلنج. لازم نفهم الموضوع ده كويس. من هنا هنبدأ نتفق مع بعض على كونسبت جديد، إن الكومبوزيت ريستوريشن احنا بنعوض بيها جزء كبير من الاسنان بايظ. طيب هنحاول مع بعض ندردش فيه شويه ونشوف ممكن نعمله ازاي. يعني يا ريت تبلغوني لو
السلايز ما بتقلبش. السلايد تمام؟ محدش بيقول. دكتور احمد، هي قلبت بس الاحسن خليها وضع البي دي اف، عشان لو انت عامل انيميشن ولا بتاع يبقى يظهر بيه، فاهمني؟ كده بتقلب معانا تمام؟ بتقلب واحدة كاملة بواحدة. الانيميشن مش بيظهر؟ بص، شفت وضع البي دي اف بتاع الـ الباوربوينت؟ تبقى كانش تحت عندي كده باور على بوينت، كان عندي ال WPS. طيب ماشي. هي عموما بتقلب عادي، بس انا اقصد كبر يعني، خليها فول سكرين للسلايد نفسها. تمام كده انا كده عامل انيميشن. حلو كده، بس يعني في حاجات بتبقى اكبر من كده. هي لي خليك معايا بره، الانيميشن مش شغال، عرفني. ماشي، انا معاكم. مبدئيا احنا النهارده مش هنعمل اي سبونسرشيب لاي شركه، مش هناخد اي دعم من اي حد ايا كان. احنا هنتكلم بيور ساينس، بيور نوليدج، بيور ايفيدنس، مش عايزين من اي حد دعم عشان ما يتقالش علينا ان احنا بنتحيز لحاجه معينه. طيب احنا النهارده المفروض هنعرف ايه، ناخد بالنا من ايه، ازاي نشيل كيرس، ازاي نعمل كافيتي ديزاين واللايرنج ابروتشز. المشكله كلها ان احنا معتقدين ان الكومبوزيت زي الامالجم، كافيتي اندر كات حط الفيلم. معرفش في سلايد مش باينه. يعني ايه بايماميتك ريستوراتيف دنتستري؟ ميثودولوجي نوت ميثولوجي، يعني بالعلم مش بالخزعبلات. الميث اللي هي الاسطوره، ما ينفعش ان احنا نتكلم ان احنا حشوه الكومبوزيت دي حاجه اسطوريه خياليه بنقعد نشوفها على الفيسبوك وعلى الانستجرام، ناس بس هي اللي بتعرف تعملها. احنا عمرنا ما هنعرف نوصل للليفل ده. ما تتخضش، الموضوع كله واحده واحده وخطوات، مفيش حد بيخترعها من عنده. دي خطوات علمية مترتبة، ما عليك إلا إنك بتاخدها بالترتيب واحدة واحدة زي ما هي مع بعض. دي أنا لسه شايفها النهاردة، الدكتور مشكورا حاطط البوست ده إن هو عمل كومبوزيت ومحطش اتش ولا بوند وخلص ورسم الأناتومي وكله زي الفل، وفي الآخر ريستوريشن برضه مسك. طب ايه لازمته الاتش والبوند؟ طب ما انا مش حاطط اتش وبوند. السلايد ما هنبدا قلبتش، نقول ان الاتش نعم؟ السلايد ما قلبتش. طب ثواني، هي كده واضحه على كده السكرين شوت؟ كده تمام، السكرين كده ظهر. بس ما اعرفش بتقلب ليه؟ تمام نكمل زي ما الدكتور مشكورا قال ان هو حصل معاه الموقف ده. الموقف ده ممكن يتكرر مع اي حد فينا. ليه؟ لان احنا متعودين ان احنا اتعلمنا في الكليه جيب الروز هيد او الراوند بير، ادخل جين اكسس تو ذا توث، شيل الراوند بير، هات الانفيرتد كون، ابدا اعمل الكافيتي ديزاين، وبعدين هات الفيشر، امشي على الوول. ده اللي احنا متعودين عليه. عملت ايه؟ عملنا اندر كات محترم، لو حطيت فيه اي حاجه هتمسك. بس الكومبوزيت مش كده، الكومبوزيت ما بيعتمدش على اندر كاتس، الكومبوزيت ما بيعتمدش على ميكانيكال ريتنشن اصلا. لازم نلغي فكره الميكانيكال ريتنشن دي من الاخر. طيب هنراعي ايه واحنا شغالين؟ طيب بايولوجي، لازم اراعي السنه دي، البريدونشيم، البلب، الهيلث بتاع التوث، الاورال كونديشن بتاع البيشنت. صحة البيشنت دي عامة مهمة جدا ان احنا نراعيها. فالبيولوجي مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منه. ما ينفعش اجيب حد الاورال كونديشن بتاعته ما تسمحش واقول انا هشتغل الترا كونسرفاتيف ابروتش. ما ينفعش. انا هشتغل فينير لحد عنده مشاكل في المعدة وعنده جاج ريفلكس عالي وعنده ارتجاع في المعدة وعنده ارتجاع في المريء.
مزمن ما بيخفش، ما نهزرش، ما تحطش لي بارشل كفرج او تحط لي فينيرز وتقول انا كده هشتغل الترا كونسرفاتيف، انت كده هتبوظ سنان العيان وهتدفعه فلوس تانية ومش هتنفع الابروتش بتاعتك، وهيتقال عليك دكتور خايب ما عرفتش تعالجه. ليه؟ عشان بس ما راعيتش الموضوع ده. ما ينفعش تبقى السن اصلا اكسبوزد والبلب قد كده وتقول انا هحط ريزن، ما ينفعش. في ناس بتحط ريزن على ماينوت اكسبوجرز، مفيش ايفيدنس على الكلام ده. السلايد تمام، انا لحد دلوقتي مقلق من موضوع السلايد. هي حاليا على بتاعه السكرين شوت ما غيرتش كده، ثواني كده، لسه على السكرين شوت برضه. كده قلبت على اول سلايد خالص. انا بقلب كده. هي جابت كده اول سلايد اللي هي البوستيرير انا كده كومبوزيت وصلت فارتيجو. للسكرين شوت. لا لسه ما جابش عندنا سكرين شوت. كده السكرين شوت جاب. طيب ثواني هنوقف ونشير تاني من الاول. ماشي مفيش مشكلة. انت ممكن يعني هو ده ملف بي دي اف ده باوربوينت. باوربوينت؟ ماشي افتحه افتحه عن طريق بس كليك يمين واضغط على كلمة شو. تمام ثواني. معاك اهو. بس هنحاول نشيل الانتاير سكرين. هتلاقي بريزنت دي هتلاقي عليها شو سكرين، اضغط ستوب شيرينج او مكتوب عليها شيرينج. كده واضح؟ تمام انا كده ضفتها اهو كده على السكرين. ايوه بالظبط كده. خد بالك انت لازم تبقى تمام جوه البي دي اف، كده تمام. وانا انا هقول لك الكومنتات. يعني انت جوه البي دي اف وانا هقول لك انا الكومنتات كلها كده اهو على السكرين شوت أنا اهو. كده فاتح الانتاير سكرين. تمام ماشي زي الفل. واضح؟ اه كده على السكرين شوت. حلو. احنا كده تمام وصلنا اللي احنا عاوزينه، البيولوجي كده بتقلب اهو كده واضحة ولا جايبين ايه؟ الباي. اه الباي واضح. حلو. يبقى احنا هنا نقول تاني، ما ينفعش ان احنا نبقى شغالين مع بيشنت عنده مشاكل معينة تمنعنا من حاجة معينة صحيا، ونقول انا هشتغل بابروتش. ما ينفعش، ما ينفعش اقول برضو ان انا عندي الحاله دي فيها ابسس وهبدا اعمل سيلكتيف كارس ريموفال. حاله ابسس، الحاله نكروتك، الحاله محتاجه اندو. ما ينفعش اقول ان الحاله دي فيها اعراض ريفرسبل بالبايتس وانا اقول انا هعمل سيلكتيف كارس ريموفال. ما ينفعش تبقى الحاله ما فيش اي اعراض عندها والموضوع كله شويه كيرس سواء كان كبير او قليل، ولا انا هدخل اندو واحط بوست وكراون. ما ينفعش. تاني حاجه الفانكشن، هي السنه دي بقى نخلص تبقى فانكشنال، البيشنت هيأدي الوظيفة اللي مطلوبة منه في الحاجة دي، هياكل، هيشرب، هيمضغ، هيضحك، هتسند له اللبس، هتسند له التانك، هترجع تاني ولا مش هترجع؟ فلازم نراعي الموضوع ده. تالت حاجة نراعيها الميكانكس، السنة دي لما ياكل عليها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ديفيشن في التي ام جي، هيحصل هاي بوينت فهتبدأ تكسر لي السنة، هيحصل كراكس، هيحصل مشاكل في السنة أصلا، هيجي لي بعد سنة ويقول لي الضرس اتكسر، هيجي لي بعد كده ويقول لي الدعامه اتخلعت. بتحصل، حصلت معايا، كلنا بتحصل معانا الموضوع ده. بيشنت جاي لي بفيرتيكال روت فراكشر عشان انا حطيت له بوست في ابر لاترال وشد عليه فكسر، عمل لي فيرتيكال كده. قلت له انا اسف تتخلع. هو شايفني دكتور وحش مع انها قعدت سنتين معاه وهو كان ريميننج روت، بس يمكن انا وقتها ما كنتش اعرف ان في ابروتش تاني ممكن يخليني اعمل الحاجه اللي انا عاوزها بريزلتس مقبوله جدا وما يظهرش عندي مشاكل وما يحصلش كاتاستروفيك فيلير. اخر حاجه بندور عليها هي الاستاتكس، الشكل الجميل الواو اللي احنا بنتفرج عليه في الاناتومي، ده اخر حاجه بنبص لها، ما تبصش خالص على الاناتومي. لو انت بتقدر تعمل اناتومي حلو، دي بوينت حلوه ليك، تقدر تماركت نفسك بيها، تقدر تشوف نفسك حلو مع البيشنت والبيشنت كمان بيقدر شغلك، بس
هل هي الكورنر ستور بتاعنا؟ اكيد لا. ليه؟ نبدأ نفكر بالطريقة دي. انا مش محتاج اكستنشن وريزيستنس فورم، وبالتالي بقدر اسيف 50% او اكتر من التو ستراكشر. انا ما بدخلش في الجروفز، ما بدخلش في الفيشرز، ما بدخلش في الاندر كاتس، ما بعملش ريدكشن عشان اعمل فول كفرج. انا عملت سيفنج لاكتر من 50%، واحيانا بيبقى بنسبه كبيره اكبر من كده كمان في حالات الاسنان اللي ممكن يبقى فيها ديستراكشن كبير. كم مره جالنا ابر 4 او ابر 5 اندو في مزد ميزيا او ديستال او ام او دي، حتى خلصنا جينا جايبين الاثنين فايبر بوست حاطين لهم، وجينا جايبين البير الجميل عاملين ريدكشن شامفر فينيش لاين 1 مللي، خدنا الامبريشن وبعتنا المعمل وكنا مبسوطين جدا. هوب البيشنت جاي له مكسور. بيحصل كتير، كل الناس بيحصل مع الموضوع ده. طب ليه؟ انا ما فهمتش ميكانكس، ما فهمتش بيولوجي، ما فهمتش بايوميكانكس، ما فهمتش ماتيريال، ما فهمتش حاجات كتير، وفي نفس الوقت انا ما حفظتش على التوست ستراكشر. الترديشنال ريستوريشن اللي هي الميكانيكال ريتين ريستوريشن بتعمل ستريس كونسنتريشن ايا كان نوعها. الهدف بقى ان احنا هنعمل حاجه نون ميكانيكال ريتيند بوندد، حاجه اسمها مونو بلوك السنه كونكتد سايد تو سايد فرونت باك توب تو باتوم 3 دي كونكشن 3 دي ليرنج 3 دي سيل. السنه مقفوله من كل حته ومراعي الميكانكس ومراعي البيولوجيكال كونديشن بتاعت البيشنت ومراعي الفانكشن ومراعي الاستاتكس ومراعي الماتيريال كونديشن بتاعت البيشنت. الناس مفكره ان الموضوع ده غالي. لو هتقارنه باندو بوست كورو كراون ريدكشن وفي الاخر هيحصل فيلير، اكيد اكيد انت كسبان والبيشنت كسبان لما تحافظ على اللي باقي. بروتكشن للهايبريد لاير. الهايبريد لاير مهمه جدا 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 في الكومبوزيت. الهايبريد لاير هي الجزء اللي واصل ما بين السنه والريستوريشن، الحته اللي في النص اللي ما بين الكولاجين والدنتين والدنتينال تيوبولز والسمير بلاكس والبرايمر والبوند بتاعك، دي هي الهايبريد لاير، دي هي اللي ماسكه الكومبوزيت، دي الدراع اللي بيمسك، من غيرها الكومبوزيت بيقع. اعتبره اللزق اللي انت بتلزقه، هو ده اللزق، لو فك الكومبوزيت بتاع الباص. تاني حاجه الفايتاليتي، بنشوف كلنا حالات كتير وهنشوف مع بعض دلوقتي في البرزنتيشن. حاله اه لا دي اندو بوست كور، دي اندو كراون، دي اندو اوفرلي، يعني اكتر الناس تفاؤلا. لا الموضوع مش كده، لازم تدايجنوز، واللي ما شافش الدايجنوز عاملين محاضرة السنة اللي فاتت في موضوع الدايجنوز ده نقدر نرجع لها. مينيمايزيشن للشرينكج ستريسز، مش هامينيمايز الشرينكج، الشرينكج هتحصل هتحصل. الشرينكج ليه علاقة بالكومبوزيت، ليه علاقة بالبوند، ليه علاقة بأي حاجة ريزن ماتيريال. الريزن لازم يكش، احنا بنحول مونومرز متفرقة نحولها لحاجة اسمها أوليجومرز، والأوليجومرز دي اللي بتحول لبوليمرز، يعني بنجيب حاجة متفرقة وبنحولها لتشين. كلنا خدنا في الفيزياء وفي العلوم زمان إن المادة الصلبة عشان الجزيئات قريبة من بعض فكتلتها تبقى مكثفة أكتر، وبتبقى الحاجة البسيطة منها بوزن أكبر مثلا من المادة السائلة أو الغازية. نفس الكلام بيحصل مع الكومبوزيت، أنت بتبدأ تشتغل بمادة سيمي سوليد طرية، وبعدين بتعمل لها كيورينج، تبدأ التشين دي تتكون وتبقى سوليد. طبيعي ده تفاعل كيميائي، لازم في باي برودكت تطلع ولازم الشرينكج هيحصل هيحصل. انا هدفي ان انا امينيمايز الستريسز، اقلل الستريسز اللي هتحصل، اوجهها اتحكم انا فيها، ما اخليهاش هي اللي تتحكم فيا. ما اقولش اصل الكومبوزيت بيقع، لا الكومبوزيت ما بيقعش لو اتعمل صح بس كده، لا طبعا. بريزرف تو ستراكشر، انا مش هعمل ده زي ما قلنا قبل كده، مش هعمل اندر كات، وبالتالي هحافظ على جزء كبير من التو ستراكشر. زيرو بوست اوبرتيف هايبر سنسيتيفيتي، كلنا بنواجه المشكله دي. انا بعمل بوند ببوند كذا، وبعمل كومبوزيت كذا، وبعمل ليرنج كذا، واتشنج لمده كذا، وكليننج وريجيشن وفلاش واير دراين وي 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 ولايف كيور كذا، وفي الاخر برضه بيحصل سنسيتيفيتي والبيشنت بيقول لي انا موجوع انا مش قادر انا افتح لي اندو، يا ريتني عملت امال ده. فيش انت جاي لي بأمالجم فغيرته له، يقول لي يا ريتك ما غيرته لي يا دكتور. ليه؟ عشان ما فهمتش بوندك. فيل سيف ميكانيزم، يعني ايه فيل سيف ميكانيزم؟ بالبلدي فتيل امان، حزام الامان بتاعك في العربيه. انت عايز لما واحد يبقى راكب عربيه
العربية لما تتخبط هتشعر عن الناس كلها اللي فيها هيطلع سليم، ده حزام الأمان بتاعك. طبعا كل الناس دلوقتي بتقول مش مشكلة أنا هخف العربية، مش هتخف، بس المهم إن أنت تطلع سليم. حزام الأمان بتاعك هو اللي إحنا هنعمله في الريستوريشن. لا قدر الله الريستوريشن اتكسرت، باظت، حصل ديسلوجمنت، تو بريزيرف التو ستراكشر، ما توصلش للتو ستراكشر، تو بريزيرف الفيتاليتي، تو بريزيرف الهايبريد لاير، تو بريزيرف الكونديشن كلها بتاعت السم. نون ريستورابل تولز، فكره الريستورابيلتي اندكس انت ممكن تلعب بيها جدا. اصل ما فيش اكسترنال فيرر، في انترنال فيرر. اصل ما فيش انف سيرفيس ان انا اعمل عليه ريدكشن، اعمل بوندنج. اصل انا لو عملت ريدكشن في السنه دي هتبوظ، وبالتالي مش هقدر احط كراون. فلا ما تحطش كراون، حط اوفرلاي، حط اونلاي، حط انلاي، حط فينير لاي، حط اي حاجه. المهم ان السن اللي انت معتقد ان ده ريمينينج روت بويز هيتخلق، لا هيعيش. شفنا دكتور اسلام زازوك كان منزل بوست من فتره قال ان واحده بنت جايه له بسبب ان هي حطت امبلانت، حصل بون ريزوربشن، حط امبلانت، حصل بون ريزوربشن، دلوقتي هتضطر تحط دنشر او هتعمل ريدج اوجمنتيشن وهتعمل جراف وهتعمل قصه كبيره. طب ما بالاول لو عندك ريمينينج بتحافظ عليه، هو ايه الهدف؟ لو جينا نبص دي حاجه اسمها الدنتال سايكل. الدنتال سايكل سنه سليمه حصل فيها كيرس، حصل فيها كراك، حصل فيها اي حاجه، عملت فيلينج، وهي انا مصر انها تبقى كلمه فيلينج مش ريستوريشن لانها بردم حفره. عملت الفيلينج، بعد فتره كسرت او حصل كارنت كيرس او السنه اتكسرت او ايا كان اللي حصل، عملت فيلينج اكبر، بعد فتره نفس القصه، حطيت كراون، بعد فتره فيتاليتي باظت، السنه قلبت اندو، عملت اندو وحطيت كراون، بعد فتره السنه اتكسرت وحصل فيرتيكال فراكشر او حصل فراكشر ديب او انت ما تقدرش تعمل معاه سيفنج للسنه دي، من الاخر كاتاستروفيك فيلير، وبالتالي هتعمل اكستراكشن وتحط بريدج وتبوظ سنتين تانيين وتبدا السايكل من الاول، او امبلانت ويبدا يكون مع الوقت يقل. كلنا عارفين ان كل حاجه ليها عمر، طب الاسنان مش علاج دايم، طب الاسنان هو علاج مؤقت، فحاول تطول مده المؤقت اللي انت بتعمله. في الاخر البيشنت بيحط دنشر او بيسيبك ويروح لدكتور تاني، انت ما تعرفش ايه السايكل بقى اللي احنا عاوزينها. سنه لاي ظرف ما اضطريت انك تحط فيها مش فيلنج بقى، هتبقى ريستوريشن، وبعد فتره باظت، يا اما حصل ريكرنت كيس فحطيت فيلنج اكبر، يا اما حصل فيل سيف او فيفربل فيلير فاضطريت بس انك تصلح الريستوريشن، وهكذا وهكذا وهكذا، وتبدا تبلب على قد ما تقدر وبتحافظ على الفيتاليتي على قد ما تقدر، to preserve the structure على قد ما تقدر، لحد يا اما حضرتك تموت يا اما المريض يموت. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. وكلنا شفنا حالات كتير معموله باكتر من 20 و30 و40 سنه فولو اب. دكتور جون جيتا جامي في الايفنت اللي كانوا عاملينه هنا في شوفه في مصر، جايب حاله من ايام ما كان الكومبوزيت بيتعمل له ميكس باودر وليكويد، والحاله لحد النهارده سليمه من 40 سنه. وبناء عليه اللي بيقول الكومبوزيت مش بيعيش قول له صح، لو عملته غلط، لو انت عايزه ما يعيش مش هيعيش. طيب نبص بصه على الكافيتي ديزاين، الفرق اللي احنا عمالين نتكلم عليه من بدري ما بين الترديشنال بريبريشن والترديشنال كافيتي ديزاين وما بين المودرن ادهيزيف كافيتي ديزاين. في الصوره اللي على اليمين اللي فيها اسهم، ده الترديشنال، احنا عاملين اندر كاتس عشان نحط الريستوريشن، وبناء عليه انا الكاسبس دي عندي بقت ويك وفيها لايبيليتي تو فراكشر عاليه جدا. الكاسبس دي عندي بقى فيها ستريس كونسنتريشن، السنه دي ممكن تجيلي مشوكه، وكلنا بنشوف المنظر ده. في الصوره الثانيه مفيش اندرماين، مفيش اندرماين خالص، مفيش نقطه تعمل ستريس كونسنتريشن، السنه كلها كونكتد ان 3 دي مانر. طيب هو الموضوع ده سهل يتعمل؟ سهل يتعمل لو فهمت، وهنعرف النهارده ازاي نعمل. طيب هو احنا ندخل بقى في الموضوع شويه، عاوزين نقلد ايه؟ عايزين الريستوريشن بتاعتنا دي شكلها عامل ازاي؟ هو انت عاوز تعمل ريستوريشن جامده جدا وناشفه جدا وتاكل عليها الزلط ما تتكسرش، بس السنه ممكن تتكسر لانه ما هات حته حديد واملاها في كوبايه ازاز واضرب على حته الحديد، الحديد مش هيجرى له حاجه، كوبايه الازاز اللي هتتكسر. نفس الفكره في السنه، السنه هي كوبايه الازاز، حرفيا ازاز، لو حطيت فيها حته حديد هتتكسر.
طب هات بقى نفس الكوبايه الازاز دي وحط فيها حاجه تمتص الصدمه، سفنجه، وبعدين حط فيها اي حاجه هتستحمل. انت عايز تقلد السن، انت عاوز حاجه تاكت في الموديلس اوف ليست بتاعتها شبه الدنتين، شبه الانامل، شبه الدنتين انامل جانكشن، البيهيفير بتاعها اندر فانكشن واندر ستريسز يبقى شبه التوس، الفيزيكال بروبرتيز ما يحصلش ديفليكشن، تلاقي السن رايحه جايه بتتمط معاك وتتكسر. انت مش عاوز ده، مش عاوز انك تحط ريستوريشن تبدا انت تضغط عليها تطلع لك الفورسز لاترال وتبدا تكسر لك السن. لا، انت عايز تعمل فيرتيكاليزيشن للفورسز، عايز تنزل فورس متوزعه على السنه بشكل كويس وتنزل البريديونتال ليجمنت وتختفي. ما اعرفش انا السلايد رجعت تاني. هنبدا بالستراكشر اندرستاندينج، لازم افهم السنه دي عباره عن ايه، السنه من جوه شكلها عامل ازاي. هنبدا بشويه بيبرز لطيفه، انا مش هكتر النهارده في الساينس قوي، احنا هناخد البروتوكول بس هنفهم الايديا والساينس بيهايند البروتوكول. البيبر دي اسمها باي اميليشن، باي ميديكال اميليشن، الهيستو اناتومي بتاع السنه. من هنا من الجزء ده هنفهم حاجه مهمه جدا، احنا طول عمرنا بندرس في الكليه عندنا انامل، عندنا دنتن، عندنا بالب، وعندنا اللي ماسك الانامل بالدنتن الدنتين انامل جانكشن. جانكشن جانكشن يعني لزقه، كان حضرتك جبت حته خشبه وحته ازازه وحطيت في النص اي ماده غرويه بتلزق كده وحطيتهم في بعض، ده اسمه جانكشن. في الحقيقه انه مش جانكشن، هو كومبلكس، هو سيبريت ستراكشر متكون من جزء من الانامل وجزء من الدنتين داخلين في بعض بطريقه معينه. وظيفته ايه؟ الانامل قوي جدا، استعمل فورسز بشكل مش طبيعي بس بريتل. يعني الانامل لو انت حضرتك جبت حته انامل لوحدها وعملتها كده هتستحمل فورس، بس لو جه عليها فورس جامده هتتكسر على طول، كانك جبت زيركونيا كراون. زيركونيا كراون هو جامد بس لو عملناه في الارض هيتكسر. والدنتن فيه شويه الاسستي بياخد ويدي معاك طري. سبحان الله، لازم نعرف ان في خالق وان الحاجه دي مش معموله عبث وما فيش حاجه اسمها صدفه والانفجار العظيم والانسان جاب الصدفه دي حاجه مش حقيقيه. الانسان ربنا خلقه وربنا خلقه بقدر. ربنا حط لنا الانامل الناشف قوي اللي بيستحمل فرصة عاليه، اللي بيستحمل كيميكالز عاليه، اللي بيستحمل درجات حراره اكستريم هاي ولو، بيستحمل كل حاجه ممكن تيجي عليه، وخلقناه تحت الدنتين الطري السوفت اللي لما تنزل انت عليه يمتص الصدمه ويوزعها. طب في النص لو انا نقلت من الجزء ده للجزء ده هيحصل دروب، حاجه ناشفه، حاجه طريه شويه نسبيا، لو حطيتهم على بعض وبدات تنزل بفورس يا ناشف هيتكسر يا ناشف هيتكسر، ملهاش تاني. طب انا عايز حاجه في النص تنقل الفورس دي. ربنا خلق لنا الدنتين ونعمل كومبلكس، الكومبلكس ده بيبدا ياخد الفورسز ويوزعها. انا عندي كراك، الكومبلكس ده هيبعد لي كراك هيوقفه. انا عندي فراكشر بدا يحصل في السنه هيبدا يوزعه. انا عندي ستريسز قويه جدا نازله على السنه هتبدا تتوزع على السنه كلها وتنزل وفي الاخير تنتهي للبريدونتال ليجمنت وللبون. انت لو قدرت توصل بالستيشن بتاعك للموضوع ده انت كسبت. ده شكلهم يعني في نفس البيبر، ده الشكل، شكل الانامل كونفكس كده وقوي وعامل زي القبه وبتبدا تنزل عليه. شكل القبه ده لو رحت المهندس هتلاقيه يقول لك انه بيستحمل كميه فورسز عاليه جدا، فشكل القبه ده ممتاز جدا انه يستحمل فورسز ويوزعها مهما بتنزل عليه من فورسز. وبعدين هتلاقي تحته الدنتين كونكيف يبدا يمتص الفورسز اللي نازله عليه، وفي النص الدنتين والنامل جانكشن بيوزع، ودي من حكمه ربنا. ولو شفت كل الحضارات القديمه كل المباني القديمه مفيش اسمنت ومفيش حديد ومفيش خرسانه، هي ماشيه بنفس الكونسبت ده، كومبريشن دوم، حاجه مقعره وداخل في قلبها حاجه، فمهما يحصل ما بتتهزش. الهرم مهما اتبنى والمسلات مبنيه ما بيجرالهاش حاجه. ليه؟ عشان نفس الكونسبت الكومبريشن دوم. الكومبريشن دوم ده مهم جدا. البيبر الثانيه يمكن دي من اندر البيبر اللي بتدرس الدنتينو انامل جانكشن كسيبريت ستراكشر كريجن. الدنتينو انامل كومبلكس الريجن ده مهم جدا. لقى فيه ايه؟ لقى
ان المايكرو تنسايل سترينث بتاعه السنه الدنتينو انامل كومبلكس دي 51 ميجا باسكال. يعني ايه؟ يعني انا عايز اوصل بالريستوريشن بتاعي البوند سترينث للرقم ده، ال 51 ميجا باسكال دي انا نفسي ان انا اوصل لها، بس هو من رحمه ربنا ان ال 51 ميجا باسكال دي دايما او على الاقل احنا ما نعرفش غير انها دايما. ليه؟ لانه مهما تقدم العمر السنه زي ما هي طالما ما جرالهاش حاجه. للاسف احنا الريستوريشن بتاعتنا مش دايما، فانا لو عرفت على عن كده لما الرقم ده يقل مع الوقت ما يبصش. تاني حاجه هناخدها من البيبر دي هو الكراك. لازم نفهم الكراك بيحصل ازاي وبيتنقل ازاي وامتى ممكن يعدي الدنتينو انامل كومبلكس. معظم الكراك بيمشي يا اما مع الانامل روت يا اما بيربنديكولار للدنتينر تيبيولز. نادر قوي لما تلاقي كراك عدى من الانامل للدنتين او من الدنتين للانامل. من هنا هنفهم الوظيفه المهمه جدا للدنتينو انامل كومبلكس، وبناء عليه تفهم اهميته وهو بيحافظ على السنه قد ايه. مش اي حاجه تقول يلا كراون، حافظ على الجزء ده عشان ده اللي هيحافظ لك على السنه. البيبر دي برضو بتورينا شكل الستريسز اللي بتنزل على السنه بحاجه اسمها الموير فرينجز، موجات بتبين لك الستريسز بتنزل ازاي. لما ناخد فيرتيكال فورس نازله على السنه هنلاقي ان الموير فرينجز اتجمعت عند الدنتينو انامل كومبلكس ونزلت لحد السمنتو انامل جنكشن، وبناء عليه شايف الاسترس اللي اتجمع تحت عند السمنتو انامل جنكشن ده اكبر ستريس اتجمع. ودي حاجه اسمها البايوريم. البايوريم هو حزام الامان اللي ماسك لك السنه كلها كويس قوي كده والسنه ما تفكش منه. حزام الامان ده مهم انك تحافظ عليه، طول ما انت محافظ عليه طول ما السنه مش هيجرى لها حاجه، وطول ما انت هتقدر تزود عمر السنه. كمان حاجه لقوها، لقوا حاجه اسمها السب اوكلوزال ترانسفيرز ريدجز اوبليك ريدجز، شبكه من الفورسز اللي ممكن تستحملها السنه. دي عباره عن ايه؟ سبورتنج ويب اوف انامل. سبورتنج ويب، شبكه متكونه تحت السنه بتقدر تاخد كل الضغط اللي نازل عليها وتستحمله وتوزعه. من نفس البيبر هنبدا ندخل على الميتاليك دنتستري، اللي هو ان انا عامل الكافيتي بتاع امالجم حلوه قوي زي ما الكتاب بيقول. الكافيتي بتاع الامالجم بالشعر اخد عليه 10 من 10 في الامتحان. الامالجم انا عامله زي الكتاب ما بيقول، الاوكلوجن انا ظبطه بالظبط، ومع ذلك تلاقي بعد فتره السنه دي جايه لك بكلاس 2، انت هتتجنن. البيشنت بيغسل سنانه وانت عامل الامالجم حلو ومفيش بوكتس ومفيش اي مشاكل في الجنجفا، ومع ذلك الريستوريشن بتبوظ وبيبدا يجي كلاس 2. طب انا عملت ايه؟ تقول البيشنت اكيد ما بتغسلش سنانك. يا دكتور والله بغسل سناني. ما بتسلكهاش؟ لا بسلكها. طب ما تفهم الاول ايه اللي بيحصل. حصل حاجه اسمها الاوكلوزال افكت كيرس. الاوكلوزال افكت كيرس حضرتك الفورسز نازله على الكاسبس وانت مظبط الدنيا قوي، بيحصل حاجه اسمها كاسب ديفليكشن. الوولز بتبدا تروح وتيجي تروح وتيجي نتيجه للفورسز اللي نازله عليها، وبناء عليه انت مش عامل كونكشن، انت سايب السن انبوندد. ارجع للسكرين شوت بتاع الدكتور اللي فاتت هتلاقيه بيقول لك انا عملتها ونفعت، ليه ما نعملهاش؟ ايه لازمه البوند؟ عرفت ايه لازمه البوند؟ ان السنه مش هيحصل معاها الموضوع ده. انت ماسك السنه، انت ماسك السنه حرفيا من كل اتجاه. مهما يحصل ستريسز، الستريسز دي بتتوزع ريستوريشن بقت جزء من التوث ستراكشر. هي مش دينتاينر تيبيولز ومش انامل رودز، ولكن قدر المتاح، قدر المتاح بالنسبه لك. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. احنا مش هنقدر نعمل زي ما ربنا عمله، احنا بس بنحاول نطول عمرها، بنحافظ على نعمه ربنا وبنديها عمر شويه. الشكل بتاع البوكلوزا افكت كيرس هتشوفه مع كومبوزيت، هتشوفه مع امالجم، هتشوفه مع جلاس اينامر، هتشوفه مع اي حاجه ما بتعملش بوندنج للوولز كويس، لانه عباره عن فورس نازله. هو ملوش دعوه بالبيولوجي، هو فورس نازله. بكل بساطه تبدا الفورس دي تعمل كاسب ديفليكشن يمين شمال يمين شمال، هوب بدا يتكون كراك، الكراك ده بدا يزيد، الكراك ده بدا يعدي بكتيريا، البكتيريا دي بدات تدخل في الدنتين اللي هو سوفت وفي اوبن دنتينال تيبيولز، هي مش هتاكل في الانامل. الاسيدز بدات تطلع، خلاص شكرا، باظ الانامل وباظ الدنتين وبقى عندك كلاس 2.
وريكرنت كيرس. طيب لما انا حاجه اشيل الكيرس هقف فين؟ توتال ولا سيلكتيف؟ الاجابه على حسب. على حسب ايه؟ والله لو انا عندي سنه انا بعمل اندو وخلاص خلصت والدنيا تمام، اعمل توتال كيرس ريموفل. خلاص انت هتخاف من ايه؟ وهتخاف على ايه؟ مفيش بلب. لا حافظ بقى على السنه واديها لونجيفيتي اكتر وخد بوند سترينث محترم، والحتت اللي عايزه كاب اعمل لها كابنج. طب انا عايز احافظ على البلب على الفيتاليتي، يانج ايج كلنا بيجي لنا اللور 6 اللي فيه كيرس والواد ما بيبطلش حلويات، بس انا خايف ان انا لو دخلت الابيكس مفتوحه شارع قد كده مش هعرف اقفلها، وهنشوف مع بعض حالا. طب اعمل ايه؟ سيلكتيف، جو سيلكتيف. ما قدرتش عادي هنتصرف وهنشوف مع بعض حالات. حد دلوقتي الدنيا تمام؟ انا مش شايف طبعا، فدكتور محمود لو يقول لنا. تمام يا دكتور، تمام زي الفل. تمام انا متابع يعني، بس انا قافل الصوت عندي وقافل كل حاجه عندي عشان ايه ما يبقاش دوشه. خلاص زي الفل، تمام نكمل. وانا عارف ان انت يعني، هو الناس مش عارفه ان انت بتبقى جوه الداتا. لا انا ومش مش شايف شايف حاجه، انا المتابع. شايف بس البرزنتيشن قدامي. انا عارف عشان بتحط في الموقف على طول. فهو حتى اللي عنده سؤال، احنا انا كده كده الاسئله انا احنا حافظها كده كده يعني، للاخر مع بعض. انا قاعد متابع الاسئله وما تقلقوش، اللي سال سؤال الدكتور هيجاوب عليه بس لما في وقت الاسئله يعني، لانه مش شايف الكومنتات بتاعتي. زي ماشي الفل، احنا مع بعض ماشي يا دكتور، انا معاكم. نكمل. سيلكتيف كيرس ريموفال، البيبر دي واحده من البيبرز اللي اتكلمت في موضوع الكيرس ريموفال. A systematic approach for deep caries removal endpoint. انا اقف امتى؟ الاجابه على حسب. يعني ايه على حسب؟ هي السنه دي الاول فايتال ولا نون فايتال؟ نون فايتال قلنا ايه؟ توتال. طب السنه دي فايتال وانا خايف، امشي ورا البروتوكول ده. اولا لازم نفهم الزونز بتاعه الكيرس، اوتر زون وانر زون، الانفكتد والافكتد. الانر زون هي الافكتد لانه بس وصل لها اسيدز. لو رجعنا للكريولوجي زمان في الباثولوجي، هي مجرد بكتيريا بتفرز اسيدز بتوسع لنفسها الطريق تدخل جوه اكتر فاسيدز. يبقى احنا عندنا الانر زون او الافكتد دنتين زون. دي زون نظيفه ستيرايل، فيهاش اي حاجه غير شويه اسيدز. الزون دي ممكن يحصل لها ريمينراليزيشن تاني، يعني لو انت وقفت الاسيدز الدنتينر تيبيولز هتعمل نيوتريشن، في حاجه اسمها الويت لوكيت موجوده هتبدا تعمل ريمينراليزيشن تاني. الويت لوكيت دي شويه مينرالز كده اللي سقطت من الاسيد اللي موجود وقفلت الدنتينر تيبيولز، مع الوقت هيحصل ريمينراليزيشن. ودي بنشوفها تحت الامالجم كتير، اللي هو الجزء الاسود ده شويه امالجم بلوز على امالجم ليكج من الميركري وتحتها السكليروز بيحصل. طيب الاوتر زون دي طبقه مليانه بكتيريا ومليانه اسيدز، ودي ناتيوريتد كولاجين، ودي ما بيحصل لهاش تاني ريمينراليزيشن. هتفرق معانا في ايه؟ هتفرق معانا افهم الزون اللي انا فيها دي ازاي. البيبر دي اتعملت انه بمنتهى البساطه جاب حاجه اسمها دايجنودنت ده فلورسنس ايميشن، ان هو بيقيس الدرجه بتاعه الفلورسنس اللي موجوده وبيعمل لها كونفرميشن بالديتكتور الكيرس ديتكتنج داي، ولقى ان هما الاثنين بيدوا نتائج شبه بعض، وبناء عليه انا اقدر اتعال داي. هنلاقي انه اتكلم في البيبر دي، والبيبر انا بقول لما اتكلم في البيبر يعني خلاص ده اللي احنا بنمشي وراه. البيبر هنا اتكلم على انه اول حاجه لازم يعمل بريفرال سيل زون. بريفرال سيل زون يعني منطقه اول اراوند 3 دي، المنطقه دي 3 مللي من الاوتر سيرفيس بتاع السنه، الاوتر سيرفيس بتاع السنه اللي انت شغال فيها. انت مالكش دعوه بادجيسنت توث ستراكشر، ممكن يبقى اللي جنبك حصل فيه شفتنج دريفتنج اتخلع، مالكش دعوه، اشتغل على اللي انت فيه وبس. الثلاثه مللي دول دبس يعني بتقيس بالعرض. طيب
الاوكلوزال ديبث بتاعك 5 مللي. طب 5 مللي منين؟ عشان انا واحد من الناس وقعت في الغلطه دي، 5 مللي من الاوكلوزال بوينت، يعني لو انت بتقيس في مكان كسب يبقى في مكان كسب، لو انت بتقيس في مكان جروف يبقى من مكان الجروف. لازم نفهم دي كويس. وبناء عليه انا عندي البريفرسيل زون 3 في 5، 3 مللي باكولينجول وميزيو ديستال و5 مللي اوكلوزو سيرفايكل. طيب بتتقاس بالبروب عادي جدا، بمشي عليها ازاي؟ بمنتهى البساطه، حضرتك بتجيب الكيرز ديتكتنج داي، فتحت الكافيتي وكله تمام، معتقد انك خلصت او شاكك مش عارف الله اعلم، هات الداي وحط نقطه واغسل. الاماكن اللي متلونه هي دي الاماكن اللي فيها denatured collagen سواء infected او affected. بتعتمد في الديتكشن بتاعها على ايه؟ انك بتستخدم نوع داي بيبقى بروبيلين جلايكول، مش بولي بروبيلين جلايكول. بروبيلين جلايكول بيصبغ الانفكتد والافكتد، البولي بروبيلين جلايكول بيصبغ الانفكتد بس. انا عايز الاثنين عشان اضمن البريفيرال سيل زون بتاعتي واضمن انا واقف فين. لنقل ان احنا بنستخدم الحمراء، فهنلاقي ان اللون الاحمر القاتم الداكن التقيل قوي 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 ده بتاع الانفكتد، واللون الاحمر البيل بينك الخفيف ده هو بتاع الافكتد. هنقيس بريفرال، مفيش اي حاجه بتبقى موجوده، وبنبدا نقيس من عند الاماكن الخطر اللي عند الضرب. لو انا نزلت في دبس زي الصوره دي ما هي مبينه قريب من البلب، حط في دماغك الكلمه دي بلبس كان هيل، وزي ما انا خدتها كده الكلمه في وشي، we do not deal with caries, we just seal it, let the tooth heal. يعني انت مش شغلتك انك تمسك الجاروف وتشيل كل الكاريس، انت بس شغلتك انك تهيئ للسن الوضع المناسب عشان هي تهيل لوحدها. tooth can heal, pulps can heal، مش هيحصل regeneration طبعا، بس البلب هيحصل له healing، هيخف والسن هتخف وتعيش. هنسيب الجزء الخفيف ده القريب من البلب، اسيب كاريس حتى لو كان انفكتد طب ما هو في بكتيريا، ما انا عارف ان في بكتيريا، طب وانا ما اشيل البكتيريا، طب ما انت لو شلت ثم اكسبوجر طب ما احط ام تي اي ماشي، طب ما تسيب السنه احسن، احسن بالب كاب للسنه هو السنه نفسها، احسن بالب كاب هو التوث سيلف للبلب. طب والبكتيريا، هو انت نسيت لما قلت لك بص على الكاريولوجي؟ الكاريولوجي وظيفتها انها بتقول لك الكيرس بيحصل ازاي. الكيرس بيحصل ان في بكتيريا وفي نيوتريشن، النيوتريشن هو السكر، البكتيريا بتحب اي حاجه فيها سكر، فيها كاربس مش سكر ابيض بتاعنا، اي حاجه فيها كربوهيدرات، اي حاجه تقدر تعملها في المنتيشن. طب انا لو منعت عنها هتموت. طب والزون دي ما خلاص. طب والافكتد اللي تحتها ما هيخف ويحصل ريمينرالايزيشن، يعني السن هتخف وتقف والكيرس مش هيحصل طب انا ايه المشكله اللي هتواجهني لو كان عندي حاجه انفكتد؟ حاجه واحده، البون سترينث، وهنعرف نتغلب على الموضوع ده ازاي. بس بايولوجيكال ما فيش حاجه اطلاق، ونقدر نراجع بيبرز كتير، دي واحده منهم. في تكنيكس كتير اسمها ستيب وايز وسيلكتيف كيرس ريموفال وسيلينج، قصه كبيره جدا وكل الناس عارفاها وسهل انك تلاقيها وهتعرف تتعلم. طيب ناخد مثال مع بعض. الحاله دي لور سكس، الولد ده لسه يا دوبك طالع له الفايف طازه، مامته جايه الحقني، رحت للدكتور عندنا وقال لي هتخلع الضرس. طب يا ستي الواد بيشتكي من ايه؟ بيوجعه امتى؟ لما بياكل. طب لو غسل بقه بيخف؟ ماشي. حاجه تانية، الميه الساقعه بتوجعه بتكهربه، ماشي. طب الحلويات يعني شويه برضه لما بتيجي عليه. طيب بيورم؟ لا. طب لما بياكل حاجه سخنه بتوجعه؟ مش قوي، ما طبيعي، ما هو اكسبوز دنتين. طيب عملنا دايجنوزس، خلصنا واكدنا وكله تمام، نشوف الاكس راي مع بعض، والاكس راي بتاعته ممكن تخض وممكن تخدع اي حد فينا. ده الرابر دام، ممكن نقول ماشي خلاص قشطه، انا عندي بريفل سيزون. طب ما تحط داي، انت خسران ايه؟ كل ده كيرس، كل ده كده
خلاص انا عندي بريفري سيزون، انا عملت ابلكيشن مره واثنين وثلاثه للداي وما عنديش اي حاجه تانية عن بريفري. حلو، 3 ملي اول اراوند ريزن كوتنج. طبعا عملنا بوندنج وريزن كوتنج، هنشرح البروتوكول ده بالتفصيل. فايبرز عشان ستريس ميتيجيشن، وبرضه هنيجي بالتفصيل. ودي الفاينل ريزلت. بص بقى على الاكس راي. طبعا هنشوف الاكس راي دي، افتح اندو، حط ام تي اي لو انت اكتر الناس تفاؤلا، او اعمل ام تي اي بلوج ابيكسوجينيسيس او ابيكسوفيكيشن ايا كان اللي هتعمله. عمل الاكس راي جاي على القلب، خلاص السنه دي اندو، انت هتهزر؟ طب ما ترجع لشكل السنه في الاول، شايف الكيروس جاي منين؟ باكل ولينجوال. طب ما هو هيغطي مكان البالب في الاكس راي، ده 2D اوبجكت 3D اوبجكت ريبريزنتد ان ا 2D فوتو. 2D ريبريزنتيشن اوف ا 3D اوبجكت از نوت ا كونكلوسيف كلو. انا هنا لو بصيت في الصوره دي، البكل موجود زي ما هو واللينجوال زي ما هو، ونقدر نحددهم كويس جدا، والبالب السيف. الولد ده بقى له 3 سنين ما حصل، لا سنتين وكسر ما حصلوش اي حاجه، فبناء عليه لازم نقوم البروتوكول، البروتوكول اللي احنا شغالين بيه. برضه صوره زي دي بتجيلنا كتير. هنبدا ناخد مع بعض التفاصيل بقى. ورقتك وقلمك وخليك جاهز. كيرس، حط الرابر دام. في الحالات اللي زي دي ما تفكرش انك تشتغل من غير رابر دام، لانه لو لا قدر الله الطفل اتحرك هيحصل اكسبوجر، وانت مش عاوز يحصل اكسبوجر والدنيا انفكتد بالمنظر ده. معتقد ان انا خلصت كيرس ريموفل، معرفش، تعال نشوف الداي بتقول ايه. حط الداي. انا محتاج انضف شويه كمان، نضفت شويه كمان. طب الجزء الاحمر الخفيف البيل بينك ده، الجزء ده انا خايف لو دخلت فيه اعمل اكسبوجر، مش هدخل، مش هغامر. باند طبعا اتشنج، اتشنج انامل 20 ثانيه ل 30 ثانيه. والبوندنج دي انا كنت وقتها بستخدم يونيفرسال بوند، ما كانش عندي تو ستيب بوند مثلا، ما كنتش عندي النولج كفايه، بس انا كنت يعني ببدا اقرا وبتعلم. لايرنج، دنتين ريبليسمنت، انامل ريبليسمنت، وادي شكل الحاله في الفاينل ريزلت. دي حاله من اوحش الحالات اللي اتعاملت معاها، بروتوكول مختلف تماما. طفله متعبه بشكل مش طبيعي، بتعيط، بتحرك، بتزن، بتعض، بتعمل كل حاجه وانا شغال. فتخيل انت بتتعامل في وضع زي ده، درست بالمنظر ده مع طفله بالمواصفات دي. انا بعمل بس كيرس اكسكافيشن بهاند اكسكافيتر، كل الجزء الانفكتد والافكتد ده طلع حته واحده كله على بعضه، ما تفهمش، انا بس شلت الانامل اللي موجود في الجزء الباكل ده كله طلع حته واحده، حصل اكسبوجر. خلاص بقى افتح عنده ونهايه الدنيا، لا كمل عادي الكيس ريموفال بتاعك مفيش مشكله. خلصنا سيلكتيف برضو، مش معنى ان حصل اكسبوجر ان اكمل للاخر، ما اقولش يلا ام تي اي بالبوتومي، ما اعملش ام تي اي بالبوتومي غير لو انا محتاج. حط ام تي اي وغطي الام تي اي ده بثيراكال. ليه غطيته بثيراكال؟ عشان هو ما كانش فاست ست، فانا عايز حاجه بس اقدر اعمل بوندنج عليه. ثيراكال هقدر اعمل بوندنج عليه وهتمسك فيه. مش احسن بوندنج، وهنتغلب على الموضوع ده. هنا احنا بدأنا نعمل بقى حاجة مختلفة، الإميديت دنتين سيل. هو في إميديت دنتين سيل في دايركت؟ عادي؟ عادي. طب ازاي؟ ابدأ اعمل ابلكيشن البرايمر لو انت بتستخدم تو ستيب سيلف اتش بوند. سامعني؟ في كام سؤال كده بتوع وقتهم يعني، ممكن ناخدهم دلوقتي قبل ما نكمل؟ قول. ماشي انا معاك اهو. في اخر سؤال كانت دكتورة سارة بتسأل نوع البوند اللي حضرتك كنت عايز تستخدمه وما استخدمتوش. هشرح لكم كل انواع البوند دلوقتي. طيب في حد كان بيسأل على نوع الداي اللي بتستخدمه.
انواع الدايت اللي بتستخدمها، استخدم بروبيلين جليكول، هتلاقي فيه منها حاجه اسمها سيك، حاجه اسمها ريد ديتكتور، وفي بتاع كيورا ري، بس كيورا ري مش موجود في مصر اصلا، ما فيش دايت دلوقتي موجوده في مصر غير شويه قليلين، فلو عرفت تلاقي اطلب. والمفروض ان شركه شيفا دنت هيجيبوا الريد ديتكتور، ممتاز بصراحه، احسن ديتكتور استخدمته. دكتورة ندى بتسأل أنا إمتى برضو أقرر أسيب الإنفكتد يا دكتور، تبقى الأعراض إيه؟ الساين سيبتومز إيه يعني؟ إن أنا أسيب الساين الإنفكتد والسيمتومز، كده. اولا انا ما عنديش ريفرسبل بابايتس، ولا عندي حاجه نكروتيك، ولا البيشنت وارم، يعني البيشنت مش جاي لي ماسك كوبايه ميه حاططها في بقه وبيقول لي الحقني، انا ما برتاحش غير لما احط ميه ساقعه. ده واحد. رقم اثنين، البيشنت مش جاي بابسس. رقم ثلاثه، البيشنت مش جاي بين مع البركشن. رقم اربعه، البيشنت البين بتاعه بيجي مع البارد، بيجي مع الاكل، بيجي مع الحلويات، ولو شلت الاستيمولس دي البين بيختفي. طب انا عندي حاله شاكك فيها في النص، اعمل ايه؟ اعمل بس شيل الاكل اللي موجود، اعمل سلايد كيرس اكسكافيشن، وحط تمبلي، وروح البيشنت وخليه يجي لك المره اللي بعدها، واساله، افهم منه الاعراض، ايه الاخبار؟ بيتوجع، ما بيتوجعش، بيصحى من النوم، ما بيصحاش، ما بيصحاش من النوم، ما بيتوجعش، الوجع بيبقى خفيف، انت كده تمام، واشتغل سيلكتيف كيرس ريموفال. ظهر معاه اعراض تانيه، لا ابدا الدخل. ظهر معاه اعراض اكسجريتد بتاعت البلب انفلاميشن والانفكشن، ابدا اشتغل على طول اندو، ما تهزرش. تمام، يعني لازم الحالة تكون حالة ريفيرسيبل بالبايتس. لحد الريفرسبل بالبايتس، بعد كده مفيش علاج، مفيش العلاج ده، بندخل اندو عادي وبعدين نرجع تاني نكمل البوندنج. في دكتورة سارة بتسأل يا دكتور لو هشتغل كومبوزيت عادي اسيب اندر كاتس؟ احنا قلنا بقى مش عايزين اندر كاتس، احنا بنشتغل بحاجه اسمها نون ريتنتيف كافيتي ديزاين، ده اللي احنا بنقوله دلوقتي، مش عاوز اي اندر كات. طب والله لو انا خلصت وفي اندر كات، اعمله بلوك، اقفله الكومبوزيت عادي، مش لازم تشيل كل ده لو حته صغيره، انما لو حاجه كبيره مضطر للاسف تعمل كاب، ما نشتغلش اصلا بانفرتد كوب. تمام، تسلم يا دكتورة. كمل انت بقى وانا ايه متابع الكومنتات كده عشان عارف ان انت تمام. بتبقى شايف. ماشي، طيب زي ما قلنا، حطينا برايمر لمدة 20 ثانية، هنا أنا استخدمت كلير فيل اس اي لاينر بوند اف 2 ستيبس اف اتش بوند، تمام؟ حطيت برايمر على دنتين عادي وعلى الإنامة، مفيش مشكلة، أنا ما عملتش اتشنج، أنا بس حطيت البرايمر وحطيت البوند. برايمر لمدة 20 ثانية والبوند لمدة 10 ثواني، وهنجي بالتفاصيل إزاي الأبلكيشن. طبعا انا عندي الجزء اللي فيه الثيراكال ده، والجزء اللي فيه سيلكتيف كيرس ريموفال، البوندابيلتي بتاعته مش احسن حاجه، فانا بحط الفايبر فوق المكان ده عشان اعمل بريدجنج، بريدج، بغطي المكان ده، وبعمل ستريس ميتيجيشن اوفر الاريا دي، وعامل بروتكشن للهايبريد لاير. انا خلصت في الصوره اللي على الشمال البايو بيز، وخدت امبريشن بايو بيز، دي يعني الكومبوزيت اللي انا حطيته ده اسمه بايو بيز، خدت امبريشن وعملت الاوفرلاي دي كومبوزيت. طيب ايه فايده الدنتين سيل؟ يعني انا هفهم الايميديت دنتين سيل في ان دايركت زي اللي شفناه، طب في الدايركت انا هستفاد بيه؟ تعالوا نشوف مع بعض. ده المايكرو تنسايل بوند سترينث اللي بتيجي مع كل سنه، المين مش الماكسيموم. الانامل بيفل الانامل بنوصل ل 30 ميجا باسكال، ساوند دنتين بنوصل ل 30 ميجا باسكال، بنوصل لاكتر على فكره، بس ده البيبر دي. الانر كيرس 30 ميجا باسكال، الاوتر كيرس اللي هو الانفكتد ده 15 ميجا باسكال، ده اقل واحد، عشان كده انا بحب اعمل بريدجنج للاريا دي عشان ما يحصلش حاجه اسمها ترامبولين افكت، يبقى الكومبوزيت ماسك كويس قوي من بره، ومن جوه في جزء مش ماسك قوي، واحده في واحده هيبدا يحصل ليكج، انا عايز اعمل بريدجنج للجاب. طيب ازاي اقدر اعمل ايميديت دنتين سيل في دايركت؟ عشان نقدر نعمل حاجه زي كده لازم نفهم الكلمه دي، هيراركي اوف بوندابيلتي، قوه البوندنج. البوندنج ده بيمسك ازاي؟ اقوى حاجه واسرع حاجه تعمل ليها بوندنج الانامل، سهل جدا، خربش السنه وحط البوند
واعمل لايت يور اي نوع بوند اي حاجه في الدنيا هتمسك في الانر وهتمسك جامد ومش هتفوق. ما عنديش حاجه بتعمل دي جنريشن للبوندنج الاقل منه شويه. السوبرفيشال دنتين قوي برضو بس مش زي الانامل لانه فيه ليكويد. اي حاجه فيها ليكويد ما بتعرفش تلزق فيها حلو. انت ما تعرفش تعمل تلزق على حاجه فيها تراب او فيها ميه. لو شفت اي لزق اقول لك نظف السطح الاول هتلزق عليه، لا تراب ولا ميه. تاني حاجه الدي، تالت حاجه قصدي الدي الدنتين الافكتد دنتين، واقل حاجه خالص الانفكتد او السوفت دنتين. بالمنطق كده تعالوا ناخد الصوره دي مع بعض. لو انا جيت عملت بوندنج بالك فيلينج الجزء ده كله على بعض ايه اللي هيحصل؟ هيتشد ناحيه المغناطيس القوي اللي هو الانامل، وبناء عليه هيحصل دي بوندنج تحت من عند الدنتين، وهنشوف فيديو مع بعض دي. طيب المفروض ايه؟ انا بخلي الجزء الديب قوي ده يحصل له بوندنج لوحده، يحصل فيه ماتوريشن لوحده، يبدا البوند يمسك للاخر ويجمد جدا لوحده، وبعدين ابدا اطلع لاير ورا لاير لاير ورا لاير عشان ما فيش حاجه تسحب بعيد عن السنه، انا عايزها تسحب للسنه. ودي البوليمرايزيشن شرينكج ستريسز كنترول. انا عايز الشرينكج يروح ناحيه السنه ما يشدش البوند ويخلع من السنه. طيب ايه الفوائد اللي انا ممكن اخدها من الاميديت دنتنسيل قبل ما نعرف ازاي بنعمله؟ لما هنعمل انامل اتشنج مش هتقدر تبعد الاتش بتاعك عن الدنتين، مش هتقدر، هو سايل وهينزل عليه. استخدم احسن نوع اتش برضه انت مش هتقدر تمنعه الا لو انت كنت راجل حريف قوي شغال بماجنيفيكيشن كبير قوي وتعرف تعمله كويس قوي، بس لو جه عادي يعني مش تفرق كتير قوي. ما انت هيجي على الدنتين ونعمل كومبلكس، بس خلينا بالمتاح البوست اوبرتيف فايبر سنسيتيفيتي. ما انت ما عملتش اتشنج، وفي نفس الوقت حتى لو انت ما عملتش اتشنج للدنتين انت ما خلعتش البوند من السنه، ولما ما تخلعش البوند من السنه هيبدا يحصل ماتوريشن ناحيه السنه، وبناء عليه مش هيحصل لا مايكرو ولا نانو ليكج. زي ما قلنا هن avoid the gap formation عند ال hybrid layer، خلاص مفيش gaps. مايكرو ليكج و نانو ليكج انساهم بقى، انت لا عملت اتشنج ولا سبت جاب. والاهم من كل ده انك تقدر توصل ل 400% bond strength. يعني لو انت هتقدر تعمل bonding على 10 ميجا باسكال في الدنتين هتقدر توصل ل 40 واكتر كمان من 40 ميجا باسكال. ازاي بقى؟ البيبر دي للاندايركت، بس لما نيجي نبص فيها انه واخد حاجه اسمها الكنترول جروب. الكنترول جروب دي انه جاب سنه وعمل بوندنج لكومبوزيت، دي الكنترول. لما نيجي نشوف الاميديت دنتين سيل هنلاقي ان المين بتاعه بوند سترينث 55.6 ميجا باسكال، والاميديت انتنسيل جروب في الاندايركت 58، تقريبا شبه بعض. في حين ان الديلايد انتنسيل اللي هو حضر السنه واخد الامبريشن وبعدين جاب البوند وحطه في نفس الفيزيت كانت 11 ميجا باسكال. استفدت انا ايه؟ طب ما هو بيعملها في الاندايركت، هو كده عمل ايه بقى؟ ما ايه الفرق ما بين الدايركت والاندايركت؟ ده شكل الجاب اللي اتكون الاول. هنفهم منه ان الجاب اتكون ما بين الريستوريشن وما بين الدنتين، كومبوزيت والدنتين. حلو؟ لما نيجي نبص بقى على الحته اللي متعلمه بلاصفر دي، ان الاميديت دنتين سيل خلى الستريس فري دنتين بوند يحصل له ديفلوبمنت. ستريس فري بوندنج، البوند مش مشدود. وان الدنتين بوند بيديفلوب بروجريسيفلي اوفر تايم، يعني ما بيحصلش من اول مره بتعمل فيها كيورنج. الكيورنج انت بس بتعمل انيشيشن، طب انا هعمل كيورنج 40 ثانيه برضه انت بتعمل انيشيشن، طب هعمل كيورنج دقيقه برضه انت بتعمل انيشيشن، انت بتكون اللينك. اللينك ده باي ايفيدنس، للاسف انا ما حطيتش الصوره بتاعه البيبر دي هنا،
بس باي ايفيدنس ان الموضوع ده بياخد مش اقل من 5 دقائق عشان يوصل لاكتر من 70% من البوند سترينث والماتوريشن اللي بتحصل، من 70 ل 90% في 5 دقائق ل 30 دقيقة. طبعا احنا لو مشينا بالبروتوكول زي كده بنقول اصلا بناخد اكتر من 30 دقيقة، بس احنا في اوقات كتير ما عندناش وقت ومحتاجين نتغلب ونتحايل على الموضوع ده. وبرضو هناخد من السطر اللي بعده في الدايركتلي بليسد ادهيزيف ريستوريشن، الايرلي دنتين بوندنج از ايميديتلي تشالنج باي اوفر ليرنج. يعني ايه؟ يعني الاوفر ليرنج انك تعمل لير كتير 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 ورا بعضه بسرعه جدا بسرعه جدا. انت هترجع للسطر اللي قبله هتفهم ان الوقت بيعمل عامل مهم. من الحته دي هتعرف ان الاوفر ليرنج بسرعه هو ده اللي بيعمل مشكله. هنطلع من هنا بمصطلح جميل جدا اسمه الديكابلنج وذ تايم. كده احنا فهمنا الديكابلنج وذ تايم، الكلمه اللي بنشوفها على الفيسبوك وماليه الدنيا جت منين؟ انك اديت البوند وقته بس مش اكتر. هو الاميديت دنتين سيل ده ملوش لازمه. في ناس كتير بتقول لك الاميديت دنتين سيل ده كلام فاضي، انا معايا بيبر بتقول الكلام ده وانا جربته عندي في العياده ما بينفعش. مش ممكن انت جربته غلط؟ مش ممكن انت فاهمه غلط؟ اصل احنا لو رجعنا للي عامل الاميديت دنتين سيل في البيبر اللي هو باسكال ماني هنلاقي انه عامله بفيلد بوند. الفيلد بوند ده الثيكنس بتاعه 80 مايكرون، تخين جدا. انت بتعمل ايميديت دنتين سيل بيونيفرسال بوند، ما ينفعش. ما ينفعش، ده مش فيلد. بالعكس ده ممكن يبقى هو سمكه كله 10 مايكرون والاكسجين انهبيتنج لاير 10 مايكرون، انت ما عملتش حاجه. انت محتاج تشوف حاجه ثانيه تساعدك. يبقى اول حاجه البوند تايب. طيب، ثاني حاجه الثيكنس بتاعته. الثيكنس بتاعته مهمه. ثالث حاجه ريزن كوتنج. طب انا ما عنديش انا البوند اللي بيستخدمه باسكال غالي ب 4000 جنيه و 5000 جنيه ما مش هعرف اخده من البيشنت. اعمل حاجه اسمها ريزن كوتنج، انك بتجيب نص ملي من الفلوبل اوفر البوند بتاعك وتعمل له كيورنج. ده اسمه ريزن كوتنج، انك حطيت ريزن فوق ريزن قفلت. واخر حاجه ازاي تعمل له ابلكيشن. انت ممكن تبقى بتعمل كل ده وبتستخدم كل الماتيريال بس مش هتعمل له ابلكيشن. اكتر ديفيشن ممكن يحصل في البيبرز من الكلينيشن او البراكتيشنر ذات نفسه. هندخل في انواع البوند. اول حاجه الفيلد او الثري ستيب توتال اتش، ده الوحيد اللي فيلد في الثري ستيب توتال اتش اللي هو الاوبتي بوند اف ال. بمنتهى البساطه توتال اتش يعني حضرتك بتعمل اتش لكل الاستراكشر اللي موجود، الانامل والدنتين. ده مش سيلف اتش، ده غير الاوبتي بوند اكس تي ار. ده مش سيلف اتش، ده لازم تعمل اتش للسنه كلها دنتين وانامل. طب الانفيلد اللي هو معظمنا بيستخدمه يا التو ستيب سيلف اتش زي الكيور اري كلير فيل اس اي، وفي حاجه ثانيه اللي هي اللي شوفوا تو ستيب ده فيلد بس برضه لازال الثيكنس بتاعته مش كافيه. اول وان ستيب سيلف اتش اللي هو اليونيفرسال بوند اللي احنا نستخدمهم ازاي؟ يفرقوا ايه عن بعض؟ الايفيدنس بتقول ان الجولد ستاندرد الاوبتي بوند اف ال لانه بيدي احسن بوند سترينث واحسن ريزلتس طلعت منه. بس لو قدرت تستخدمه صح هو سنسيتيف شويتين في موضوع الفلويد والمويستشر كنترول. انت ما بتقدرش تعمل مويستشر كنترول وهاو ويت از ويت وهاو دراي از دراي وازاي تنشف وازاي تعمل ابلكيشن، محدش يقدر يحكم، دي خبره كلينيشن. طيب النوع المفضل بالنسبه لي التو ستيب سيلف اتش الكلير فيل اس اي او لاينر بوند اف او ايا كان نوع التو ستيب سيلف اتش. بمنتهى البساطه انا ما بعملش اتش للدنتين، الدنتين زي ما هو والسمير بلاجز زي ما هي، انا بس عملت موديفيكيشن ودخلت فيها ومسكت. انا هنا عملت كيميكال ومايكرو ميكانيكال بوندنج. في الاوبتي بوند اف ال اللي هو التوتال اتش انا ما عملتش كيميكال بوندنج، انا عملت مايكرو ميكانيكال بوندنج. الاوبتي بوند اكس تي ار برضه سيلف اتش. يبقى من هنا نفهم ان السيلف اتش بيعمل مايكرو ميكانيكال وكيميكال بوندنج، التوتال اتش ما بيعملش كده، بيعمل مايكرو ميكانيكال بوندنج بس. وكمان ما بيكونوليش جاب،
مفيش هواء، مفيش فاصل بيتكون، بيمسكوا حلو قوي في السنه، بيعشقوا فيها حلو قوي. الميكانيكال ابلكيشن الفيلد دنتين بوندنج ايجنت اللي هو 3 ستيب رحمة. سيلف اتش. قول لي في سؤال يعني ناس كتير كررته، ازاي بعمل الايميديت دنتيل سيلينج؟ اهو كلينيكال طيب ابلكيشن. ماشي ماشي. لو احنا بنستخدم الاوبتي بوند اف ال بنعمل سيرفيس اتشنج لمده 5 ثواني، كله بقى مش تفرق كتير، 5 ثواني سيرفيس اتشنج، وبعدين اير ووتر سبراي لمده 20 ثانيه ماشي، وبعدين تعمل جنتل اير دراينج اللي هو سيمي ويت. هاو ويت از ويت؟ محدش عارف، بس لانك تشوف الدنتين والانامل بيض قوي ولونهم شاحب، ولا انك تشوف الميه بتلعب في السنه هو في النص. تحكمها ازاي برضو ما حدش عارف، بس دي بخبرتك. في ناس بتقول لك انك بس هتجيب الهواء وتشغله اوبليك، ومن الناحيه التانية تحط السكشن، ده تكنيك. في ناس هتقول لا والله انا هعمل هواء انترميديت ماشي. المهم انك توصل للنتيجه. ليه؟ عشان ما يحصلش كولاجين كولابس. طبعا عارف لما بتعمل اتشنج بتسيب الكولاجين مفتوح. بمنتهى البساطه انت لو نشفت قوي والميه اللي فيه دي طارت، الكولاجين زي حته اللحمه هتكش، هتنشف على بعضها. طب وبعدين انت عايز ميه عشان تفتح تاني، محتاج بقى لو انا نشفت زياده عن اللزوم ان افضل ضارب الميه والهواء لمده دقيقه عشان اقدر اعمل ويتنج كويس قوي، وبعدين ارجع انشف تاني بالراحه. وعشان كده مش بالنسبه لي انا مفضل ال 3 ستيب سيلف اتش. تبدا تحط البرايمر اللي بيجي لمده 30 ثانيه وتعمل له اجيتيشن، تحركه في السنه جنتل اير دراينج مده 10 ثواني. بوندنج ايجنت هتاخد منه نقطه وتعمل لها ابلكيشن على السيرفيس كله وتعمل له لايت كيور. كده انت عملت ايميديت دنتين سيل بالفيلد بوندنج ايجنت اللي هو 3 ستيبس. طب الانفيلد الوضع هنا مختلف، يفضل انك تعمل اير ابريجن لو متاح لمده 30 ثانيه. البريشر بتاعنا بيبقى 5 بريشر هواء، والديستنس بتاعتنا بتبقى سنتي، ما بنبعدش قوي وما بنقربش قوي. تبدا تغسل طبعا بهواء وميه كويس جدا جدا عشان ما تسيبش اي دبري، وبعدين تعمل ابلكيشن للسيلف اتش برايمر. الازازه بتيجي معاك ازازتين، ازازه برايمر وازازه بوند، بتبدا تعمل ابلكيشن للسيلف اتش برايمر لمده 20 ثانيه. لو انا ما عنديش وبستخدم اليونيفرسال، هبدا اجيب نقطه من البوند وابدا اعمل لها ابلكيشن جوه السنه لمده 20 ثانيه ونشف بالهواء. البرايمر بتاع التو ستيب سيلف اتش بيتنشف كويس جدا بالهواء، 20 ثانيه براحتك ما فيش مشكله، ما بيطرش. طب لو انا مستخدم يونيفرسال هنشف بالهواء وارجع احط لاير ثانيه، لان انا ما عنديش فيلم، ما عنديش لاير تكنس كفايه، ما عنديش اسيديتي كفايه ان هي تعمل بنتريشن، على عكس التو ستيب سيلف اتش هو الاسيديتي اللي فيه كافيه، كافيه كويس جدا ان هو مايلد مش الترا مايلد. اليونيفرسال الترا مايلد، محتاج تعمل ابلكيشن لطبقه واثنين وثلاثه، كمان التكنس بتاع اللاير بيبقى رفيع قوي محتاج تزوده عشان الاكسجين انهبيتنج لاير بتاعتك ما تبقاش كبيره وتاكل لك البوندنج ايجنت كله، تبقى انت ما عملتش بوندنج على السنه. ففي التو ستيب اللي احنا بنقول عليه حطيت البرايمر لمده 20 ثانيه، عملت اير دراينج لمده 20 ثانيه، وحطيت البوند وعملت له ابلكيشن. عملت لايت كيور، اللايت كيور بتاعك جراديوال، ما تبداش بقوه اللايت كيور كلها مره واحده. سواء عامل يونيفرسال او عامل تو ستيب سيلف اتش، لازم تحط نص ملي من الهايلي فيلد فلوبل كومبوزيت، سواء مايكرو فيلد او نانو فيلد، بس يبقى الباكنج بتاعه عالي قوي. الجولد ستاندرد انه بيستخدم الاي بي اكس او الاف اكس فلو، ما عندكش استخدم اي نوع، بس يبقى يا مايكرو فيلد يا نانو فيلد، يبقى الشنكج بتاعه قليل، ويا ريت لو الفيلرز بتاعته تبقى عاليه جدا باي فوليوم مش باي ويت، عشان الشرينكج بتاعه يبقى قليل وما يشدش الهايبريد لاير. نقطة بقى مهمة جدا احنا ممكن نغفل عنها، ايه اللي بيخلي الريستوريشن تفك؟ الام ام بيز ماتريكس ميتالو بروتينيزز انزايم، دي بتدخل تاكل الكولاجين. فمهمة قوي انك بعد ما تعمل اتشنج هنا
في الفيلد اللي هو 3 ستيب سيلف اتش، الستريبس 3 ستيب توتال اتش او 2 ستيب سيلف اتش. هنا بعد ما تعمل اتشنج هتحط قطنه بكلوروهيكسيدين او هتجيب كلوروهيكسيدين ايجنت بيبقى موجود كده في سيرنج اسمه، والله مش فاكر اسمه بس هنجيب اسمه دلوقتي احنا شغالين، او تبدا تستخدم حاجه اسمها ديمسو دايميثايل سلفوكسايد اللي هو الاو تي برايمر. نفس الكلام الناحيه الثانيه، بعد ما تعمل اير ابريجن وقبل ما تحط البرايمر في الناحيتين بتحط القطنه دي او الديمسو. ده مهم جدا عشان تطول عمر الريستوريشن بتاعك. تيجي ناخد مثال مع بعض. اول مثال، اول تكنيك ممكن نشتغل بيه ريستوريشن جلاس انامر قديم لطفل. الطفل ده مامته بتشتكي كل مره بتتكسر وتقع والولد بيشتكي. طيب حط الرابر دام، ابدا شيل الجلاس انامر وشيل الكيرس السوفت اللي ممكن تشوفه، حط الداي، شيل نظف، خلصنا وعملنا اير ابريشن. دلوقتي ممكن انك تبدا تعمل immediate dentine seal، وادي انا متعمد احط الصوره دي جدا عشان نعرف ان immediate dentine seal نقدر نحطه باستخدام التو ستيب، وفي نفس الوقت بيحتاج ان احنا نحط له طالما احنا مش معانا filled bonding agent نص ملي من ريزن كوت. كمل ليرنج براحتك زي ما انت عاوز، وده الفاين. حالة تانية هتلاقوا الحالات معظمها أطفال، معلش هما الأطفال اللي فيهم المشاكل كلها. lower sex في جلاس أيمر من الميزيان الديستا لحد نص السنة أو تلتين السنة مكسور، الجنجفا ورمة قد كده ومغطية لي الجزء ده. أنا بس محتاج إن أنا أوسع لنفسي مجال، هعمل كاتنج للجنجفا في المكان ده. ثيرموكات بير، الموضوع مش صعب، مش لازم مشرط وتخوف البيشن، ثيرما كبير وعدي عليه. حطينا الرابر دام، قبل ما نعمل اي حاجه ده شكل الكافيتي كيس. طب وبعدين حط الداي، نضفنا السن، الجزء المخربش اللي في النص ده سوفت دنتين، لو انا دخلت فيه برضه هدخل في البالب. طيب انا عاوز اغطي المكان ده واعمل دنتين سيل واحافظ عليه. بوندنج ايجنت برايمر بوند وحطيته وعملت كيورين، وده الريب بوند او الفايبرز. ليه انا حطيتها؟ عشان تعمل لي سكيور للهايبريد لاير وتعمل ستريس ميتيجيشن اوفر ذس اريا اللي هي فيها البوندابيلتي بتاعتها قليله جدا، وتبدا تعمل لي الفيل سيف ميكانيزم. لو فكت الريستوريشن تفك من فوقها، ما تاخدش جزء من السن او ما تعملش اكسبوجر لدنتين. يبقى احنا فهمنا ايه فائده الفايبر في الجزء ده، ريزن كوتنج والفايبر في قلبه وخلاص. دلوقتي شوف الفرق بقى، انا هنا مش خايف ان اعمل اتش، جه على الدنتين ما جاش، ما انا مش عارف اتحكم فيه. يبقى الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي ان انا هنا قفلت الدنتين، انا هنا ما عنديش حاجه اخاف منها. اعمل ساند بلاست دلوقتي حالا واعمل ريفايننج للانام المارجن باستخدام فاين بير واعمل اتش. لو اخدت بالك هتلاقي ان الاير بابلز اللي طالعه من الانامل، طب الجزء اللي جه على الريزن كوت ما حصلش حاجه، ما هو مفيش جزء يعمل له اتشنج، مفيش حاجه فايتال يعمل لها اتشنج. اتش زي ما انت عاوز بقى 30 ثانيه بتوعك، ما انتش خايف من حاجه، قلبك جامد ومش خايف من السنسيتيفيتي. ابدا اعمل بوندنج وابني الوولز واعمل ليرنج وارسم اناتومي واعمل كل اللي نفسك فيه. خد بالك الليرنج برضو دي بروتوكول. طب ما انا عملت دنتين سيل، طب ما ابني بالك فيل، طب وانت ليه تزود الستريسز؟ ما تزودش ستريسز، قلل الستريسز اللي ممكن تطلع على السنه عشان تعرف تبني براحتك. طيب الليرنج بتاعي بيبقى عباره عن ايه؟ هوريزونتال لايرز 1 مللي ب 1 مللي بالعرض عشان تبقى ماسك في كل جزء من السنه بشكل منفصل. الانفكتد لوحده، الافكتد لوحده، الديب دنتين لوحده، السوبرفيشال دنتين لوحده، الانامل لوحده. انت ما مسكتش في كله مع بعضه، ما عملتش خلطه بيضه. امتى ابني اوبليك؟ فوق في الاوكلوزر ابني كل قصب لوحده. لكن طول ما انت شغال في الدنتين ادي كل لاير حقها. يفضل انك ما تعملش بوندنج لاكثر من تو وولز. يعني انا مثلا هشتغل
في الجزء الميزيال هشتغل مع الجزء الميزيال بس الهوريزونتال لير بتاعتي ما توصلش لحد الديستال، عشان لما اجي احط اللير في الديستال يبقى بتتحط. يبقى انا بقسم الهوريزونتال لير بتاعي على 2. هناخد الفيديو ده مع بعض على بال ما اجيب الشاحن واجي. ده حاجه اسمها او سي تي، حاجه نقدر نعتبرها زي السونار. دكتور علي ريزا صدر حط بالك فيل في كافيتي، ده شكل الكافيتي، يبدا يعمل لايت كيور. بدا يتكون جاب. بالك فيل كومبوزيت اللي احنا بنقول انه اقل شرينكج، وان انا هحط بالك فيل عشان ما يحصلش شرينكج وما يعمليش جاب، عمل جاب. تعالوا نشوف لما نحط فايبر فيلر عشان ما تشدش البوند من عند الهايبرد لاير، وحط فوقيها بالك فيل. بالمناسبه الريب بوند اللي هنا ما تعملوش بروبر ويتنج وما تعملوش كلينيكال ابلكيشن مظبوط، هو بس حط حته الريب بوند وحط فوقيها الكومبوزيت وشاف ايه اللي هيحصل. الجاب اللي بدأت تتكون اتكونت فوق حتة الريب بوند. طب انا من هنا استفاد ايه؟ استفاد ان دي حاجة اسمها فيل سيف، امان، فتيل امان، الليكج مش هيوصل للسنة والبكتيريا مش هتوصل للسنة. طب انا عايز اتجنب الليكج اللي حصل ده، اعمل بروبر ويتنج بالبوندنج ايجنت مش باليونيفرسال، بالبوندنج ايجنت اللي هو تو ستيب، مش هتحط برايمر هتحط بوند، وهتحطه في قلب الفلوبل بتاع الريزن كوت، فهيبقى هايبريدايزد معاها وهتعمل سكيور بوندنج. هنا هو ايدي بيشوف الفرق، احنا كده معانا كتير امان نقدر نستخدمه. البيبر دي بتعمل ايفالويشن للجنجيفال مايكرو ليكج، الليكج اللي ممكن يحصل من استخدام انواع بوند معينه، سكوتش بوند، مالتي بيربز، يونيفرسال، كلير فيل اس اي بوند، والزينو. واستخدم معاها نو فيلرز وفيلرز سواء كان جلاس فايبر او بولي ايثيلين فايبرز. اعلى جروب اداله ريزلتس اللي هو الجروب رقم 6، اقل ليكج، اقل ليكج حصل استخدم معاها كلير فيل اس اي وبولي ايثيلين فايبرز. معنى كده ان ايه اللي حصل؟ الستريسز اتوزعت ومبقاش في ستريسز قويه على الهايبريد لاير، وبناء عليه مبقاش في ليكج عالي. وده شكل الليكج اللي ممكن يحصل. فرق رهيب من ما بين انك ما تستخدمش حاجه فيها فايبرز وتعمل بارك فيلنج او تستخدمها. انا ما بقولكش روح استخدمها، بس افهم الاول انت بتستخدمها ازاي وليه. في نفس الوقت هنشوف شكل الدنتينو انامل جانكشن اندر الميكروسكوب، هنفهم ان هو ستراكشر. انا متعود على كلمه جانكشن عشان من الكليه، انا بقالي 10 سنين بقول جانكشن، بس هو كومبلكس. الريجن ده مختلف، شبكه كبيره جدا بتبدا توزع الفورسز وبتبدا تعمل ميتيجيشن للفورسز. نفس الفكره تقريبا اللي معموله في الريب بوند، عباره عن شبكه بتوزع الفورس. نتفرج مع بعض على حالة تانية. الحالة دي راجل عنده مشكلة، والله أنا الحتة دي بتدخل الأكل وبتوجعني مع المية الساقعة، ما بعرفش أشرب مية ساقعة والأكل لما بيدخل بيتزحلق. مفيش مشكلة، أنا بس بشيل كافيتي كده بالراحة وبفتح. كل ده كيريس، حط الداي، ما كانش عندي الداي الحمراء حطيت الخضراء، مش فارقة كتير، أنا فاهم الكونسيبت عامل إزاي. طب نبص كده نقسم الزونز دي، هنلاقي ان الحمراء اللي في النص دي اكتر حته خطر، دي الريد زون، بيلعب ببجي عارف ان دي حته خطر هتموت لو دخلتها. طيب الجزء الاخضر ده البريفيرال سيل دنتين، والازرق ده البيفلد انامل. يبقى انا عندي بره حاجه تستحمل الفورس وتعمل بوندنج عالي قوي، ومن جوه حاجه انا عايز اعمل بس عليها كنترول. طيب تعال ناخد الفور اللي جنبه الصغنن الكافيتي الجميل ده، اتشنج عادي وعملت استخدمت التو ستيب سيلف اتش ومفيش مشكله خالص. طيب هنا عشان احمي الجزء الريد زون ده بعمل ساند بلاستنج، حطيت
حاجه كده لايت كيور، كالسيوم هيدروكسيد او سيراكال او ايا كان المتاح بالنسبه لك. اعمل بوندنج، حطيت الرينج، حطيت الباند، وبدات احط الريد بوند على الفلور عشان احمي الحته الريد زون الخطيره اللي احنا خفنا منها. وبعدين استخدمت ريب بوند على الولز، حاجه اسمها وول بيبرنج. ليه؟ عشان الفورسز اللي نازله تتوزع. بعمل حاجه اسمها ستريس ريديوسد دايركت كومبوزيت، فايبر انفورسد ستريس ريديوسد دايركت كومبوزيت. انا بقوي الكومبوزيت بتاعي، بقلل الستريسز اللي نازله عليه، وبوزع الفورسز اللي نازله. بعملها كانها اندودونتيكال تريتد دوز، الولز دي ضعيفه وانا خايف منها. طب انا دلوقتي البيشنت دخل وقت كتير قوي في الليرنج، خد وقت كتير في السيل، في الكيرس ريموفال، خد وقت كتير في الايزوليشن، خد وقت كتير في التصوير، خد وقت كتير في كل حاجه، والعياده عندك ربنا كرمك وبدات تتزحم، او انت خلقك بقى ضيق وزهقان، مش هقدر اعمل بقى ليرنج بنص ملي بنص ملي ولا ملي بملي، انا عايز اتغلب على الموضوع ده. هل في اختصار كده نقدر نتغلب بيه على الجزء ده؟ في ده دول كيورد فايبر انفورسد كور كومبوزيت ماتيريال، كور بس هي فيها شورت فايبرز، دي حاجه. ودول كيورد انا مش هعمل لها كيورنج، انا سايبها على ريزن كوت وعلى الكومبوزيت زي ما هي، وحاسبها يحصل لها كيورنج اوفر تايم. اكون انا فكيت ظهري وقمت شربت شويه ميه كده عشان انا تعبت والبيشنت تعب والاسيستنت زهقت وقالت لي يلا يا دكتور بقى انا تعبت وظهري وجعني وعايز اروح البيت. تمام؟ فدلوقتي انا عايز اريح نفسي واخلص بقى من قصه الفوكس المهمه قوي انها تبقى نص ملي او ملي بملي ولاير، وهدي كومبوزيت واخد الانسترومنت واديني حته واقعد ارسم واحط. خل ايديا، البيشنت تعبت، البيشنت تعب والاسيستنت تعبت وانا تعبت، عايز اروح. عايز افك ظهري، رقبتي وجعتني، عايز اقوم اعمل كده شويه. بمنتهى البساطه مليت الكور سبته يحصل له كيورنج اوفر تايم، تقريبا خد حوالي 5 دقائق. جراديوال الموضوع خد وقته براحته، الاستريسز بدات تنزل، الشرينكج بدا يبقى بعيد عن السنه، يبقى بينزل ناحيه السنه كده، الفورسز بتبقى جايه واخده من فوق من الحته الفاضيه دي لحد تحت قوي، وبناء عليه البوندابيلتي بتزيد. يبقى انا بتغلب على قصه اللايرنج. ثواني بس هجيب الشاحن لان اللاب بيشتمني دلوقتي. الله دكتور احمد عظم، يعني انا مبسوط واكيد الناس برضو مبسوطه جدا، يعني والراجل الشاحن اول ما يتصل. اتمنى ما ابقاش مطول عليكم. لا براحتك يا باشا، طول براحتك خالص. انت احلى من السحور. لا انا عايز اتصحر يا عم، انا جعان. انا عارف ان انت في العياده وربنا يكون في عونك وتلحق. دكتور احمد ربيع بيقول لك، هو قال كلام حلو فوق ولسه بقى الكومنت بيقول المحاضره كورس لوحدها ما شاء الله. مش سامع؟ دكتور احمد ربيع كان كاتب كومنت جميل فوق وبيقول المحاضرة كورس لوحدها ما شاء الله. ربنا يعزك يا دكتور احمد حبيبي. ودكتورة سارة بتقول المحاضرة مهمة قوي، ودكتورة ربنا يخليك. ندى بتقول بجهز في السحور وانا بسمع. تمام. حاجة تسحر معاك، معلش انا جعان. دول الناس اللي واخدين الدنيا والآخرة، انت فاهم؟ يا عم لا احنا نشوف حد يسحرنا. انا عندي اللي يسحرني، عقبالك ماشي ماشي تاني. ده زلني كمان. كمل يا باشا، طيب كمل. نكمل ماشي. طيب احنا قلنا خلاص عملنا ليرنج وسيبنا ال5 دقايق بتوعه يحصل له كيورنج وزي الفل. بعد ما خلصت لقيت حاجه وحشه قوي، لقيت عندي اوفر هانج لازم تعرف تتعامل معاه. سنه اوفر هانج صغيره سهله التعامل، هي بكر ومش في الكونتاكت وما عنديش مشكله فيه. استخدمت هنا حاجتين، الانسترومنت اللي على الشمال دي اسمها الاكسسو، دي حاجه عامله شبه السكيلر،
بس وظيفتها انك بتكحت الكومبوزيت. ممكن تستخدم حاجه تانية بديله ليها، مشرط 12 سكالبر 12 ده مهم جدا، بس بيبقى حلو قوي في حاجه انتيرير، لكن 5 ده كان صعب قوي ان انا الف، يعني محتاج افتح خد العيان عشان اوصل. فالاكسسو كيرفد وتقدر توصل بيه. تاني حاجه الانسترومنت الجهاز بقى على اليمين ده، دي حاجه اسمها انتر بروكسيمال ريدكشن، حاجه بتتشرى كونترا زي لو سبيد، بتركب وتشتري الكونز دي، دي من انتنسيف حلوه قوي، بتدخل تعمل بيها ريدكشن للاجزاء الاوفر هانج دي وصعبه الوصول، او مش قادر وما عندكش او انت في الكليه والموضوع لسه مكلف عليك، هات ستريب وقصه نصين وانزل اعمل ستريبنج للجزء ده بعد ما تشيل الاكسس عشان تنعمل. وده كان شكل الكونتاكت ما بين الفور والفايف. طبعا السكس فيلد ديبريشن الجميل اللي بيبقى موجود فيه ده مالناش دعوه بيه، السكس سليم ومش هنقربه، الكونتاكت مظبوطه ما عنديش اوفر هانج، وادي شكل الاناتومي وادي شكل الاكس راي. طبعا لو بصينا في الاكس راي اللي على الشمال دي اندو، انت هتهزر معانا دي اندو، بس برضه لو رجعنا للصوره كلينيكال هي بكل ورينجل مفيش حاجه، البلب سليم. لو بصينا في الصوره اللي على اليمين البلب سليم، الريب بوند باين، اللايرنج تمام، كل حاجه تمام، الراجل بقى له اكتر من 6 شهور وزي الفل والفول اب معايا، بس للاسف انا ما لحقتش احط الحاجات دي. حاله كمان لور 7 جميل كده، الايد بتاعه هيتخلق، انا راجل ما بشتغلش انفكشن، للناس اللي عارفاني انا ما بشتغلش جراحه، واللي ما عرفنيش انا ما بمديش ايدي في حاجه جراحه. بس الراجل ده بيشتكي من حاجه، هو بيخاف. كل اللي شافه انت هتخلع، اكتر الناس تفاؤلا قال له هتعمل حشو عصب وتحط طربوش، وهو مرعوب. حشو عصب دي بالنسبه له فوبيا، مرعوب. دايجنوز ايه اللي بيوجعك؟ الحاجات الساقعه والاكل والحلويات. طيب الحاجات السخنه الحاجات دي بتوجعك؟ لا. خلاص قشطه زي الفل. يلا بينا نبدا. اعمل ايزوليشن. كيرس. فيكتنج داي. سيلكتيف كيرس ريموفال. الاماكن اللي انا سايبها دي نفس القاعده 3 مللي وال 5 مللي. انا بس حافظت على البلب وما دخلتش فيه. وشلت اكبر قدر من الكيرس. كده الصوره دي زومد قوي عشان نقدر نشوف هي عامله ازاي. بنيت الولز عادي، بندات وبنيت الولز ما عنديش مشكله، اتش وبوند طبيعي. والفلور اللي انا عايز اخفف الحمل عنه واحافظ على الهايبريد لاير فيه، حطيت فيه الريب بوند، وده شكله بعد ما حطيته في قلب الريزن كوت، هو حته واحده شبكه واحده مع بعضها. نفس الكلام بدات اعمل هوريزونتال لايرنج، ما عنديش مشكله لاير باي لاير. ده كان الفاينل ريزلت. بيشنت مبسوط وجه عمل الناحيه الثانيه نفس القصه بالظبط، مبهور هو ازاي دي ممكن تحصل. بمنتهى البساطه شخص صح، وابدا اعمل البروتوكول بتاعك صح وهتبقى زي الفل. بيرنوا عليا في البيت عشان اروح. بروتوكول ثاني مختلف معانا اوبر 6. البنت دي عملته قبل كده، طبعا احنا شايفين حته امالجام على حته كومبوزيت وحته من هنا على حته من هنا، والموضوع ماشي يعني زي الفل. طيب نبص في الاكس راي، الحمد لله اصلا هي فايتال ومفيش مشكله، بس شكوتها كلها ان الحته اتكسرت. كمان بقى في ميزيال كيرس، الكلوزر افكت كيرس اللي احنا قلنا عليه. اضطرينا نفتح الرابر دام. الكونتاكت طبعا كانت صعبه جدا. الابر 6 ده لو اخذنا بالنا من الجزء الديستال في ديبريشن فظيع، وبناء عليه هيتعبنا جدا لما نيجي نرفع المارجن ونيجي نعمل كونتاكت، فتعاملنا معاه بطريقه مختلفه جدا. طبعا نفس البروتوكول بريفيرسيل زون سيلكتيف كيرس ريموفال، حط الريب بوند اوفر الدينجر اريا واعمل ريزن كوتنج، واعمل ريموفال للاكسجين انهبيتنج لاير بانك تحط جليسرين بعد ما تعمل كيورنج، وبعدين تعمل كيورنج فوق الجليسرين وتجيب حته قطنه عليها كحول وتبدا تمسح الحته دي. وبعد كده جبت حته كومبوزيت وحطيتها زي ما هي كده، طبعا احنا شايفين هي باظه من كل حته، بس حته كومبوزيت كده هي تقريبا كانت نيو سبكترا على ما اتذكر، نانو كلاسترز، والموضوع بتاعها ظريف جدا وقوي جدا وبيستحمل. عملت بيه الاناتومي، رسمت بيه الاناتومي كله في الجزء الديستال الكبير اللي عندي فيه مشكله. طب الميزيال؟ لا انا هقدر اقفله بسهوله.
اخدتها فنشتها بره بالديسك وجيت جايبها تاني عملت لها ساند بلاست وجبت هيتد كومبوزيت وعملت بوندنج طبيعي جدا كاني بلزق اي ماكس اتش للسنه وبوند، وجبت حته الكومبوزيت اللي انا عملتها فنشتها بره دي وجيت ضغطتها في قلب الهيتد كومبوزيت عملت لها سيمنتيشن، يبقى ده بروتوكول مختلف خالص. انا بس حطيت حته بندايه ورا كده عشان الاكسس سيمنت اقدر اتحكم فيه الاكسس كومبوزيت، يبقى ده بروتوكول مختلف تماما. ان انا مش لازم يلا دلوقتي حالا انا هقفلها يا اما هاخد امبريشن واعمل اي ماكس، طب ما انا ممكن اوصل للنص. ده اللي اسمه سيمي دايركت. الناس معتقده ان السيمي دايركت كومبوزيت ان انا باخد مقاس واعمله بره وارجع الزقه تاني، ده اسمه اندايركت. السيمي دايركت هو ده انك بتعملها جزء جوه البيشنت وتخلع وتفنش وتحطها تاني. طب في احسن من كده؟ اه لو حضرتك عندك فرن كهرباء في العياده حط على درجه حراره 180 لمده من 3 ل 5 دقائق ودخل حته الكومبوزيت دي فيه، هيحصل لها كومبليت ماتوريشن وتقدر تلزق كومبوزيت زي الفل. وجزء الميزل عملناه عادي دايركت، ودي كانت الفاينل ريزلت. رجعت الكونتاكت بشكل كويس، رجعت الاناتومي بشكل كويس، قدرت ارسم السنه كل حاجه فيها حلو جدا، حافظت على اللايرنج بتاعي وقللت الستريسز على الهايبريد لاير، طولت عمر السنه على قد ما انا قادر. الحلقه هي اللي بقول لكم عليها متحوله من عند دكتور مشكورا قال انا مش هقدر اتعامل معاها، الحلقه اوبن ايبكس وفيها مشاكل كتير، روح للدكتور احمد هو يتعامل معاها. ان شاء الله البلاوي بتجيلي يعني، بس تمام زي الفل. تعالى جميل افتح بقك يلا ادي انستيزيا، طبعا زي ما تعودنا على البروتوكول بتاعنا في الدياجنوزس، شيل كيرس، استخدم الداي برضه ما كانش عندي الحمراء حطيت زرقاء، دي مصري على فكره متاحه تقريبا في السوق. شلت الكيرس ما دخلتش عند البلبو وما عنديش دينجر زون. وفي حاجه مهمه كمان عملتها هنا، كل الاندر مايند انامل بتشال، الويك كاسبس اتعمل لها ريدكشن، ففي النتيجه اللي ظهر عندي انا ما عنديش الكافيتي ديروديشنال بتاعي، انا ما عنديش حفره، انا عندي حاجه بقها مفتوح طبق اقدر احط فيه كومبوزيت زي ما انا عايز. حطيت الريبوند ورفعت الوولز عشان ما زهقش نفسي المره الجايه بموضوع الباند والرينجز، وزهقت والبيشنت زهق. ولد صغير فطبيعي نص ساعه او ساعه بالنسبه له هو رقم كبير جدا. فيزيت اللي بعدها ساند بلاستنج، طبعا عفره مش طبيعيه، حط هاي سكشن اتش براحتك يمين شمال بحر، انت حر مش قادر تتحكم فيه انا مش خايف. بوند ابدا اعمل ليرنج فاينل ريزلت. النادي ستورابل توز بقى المنظر ده انت لو شفته هتقول امبلانت او هتقول سيرجيكال كراون لينترنج، وتحط اتنين بوست وتعمل كراون. طب الراجل ده جاي لي يوم، يوم واحد انا مش هقدر اعمل حاجه غير النهارده ماشي، بس هنطول شويه ماشي، بس الموضوع ده بيكلف شويه ماشي. طب انا كنت عامل الراجل ده عنده من فتره والاندو زي ما هو وحته الكومبوزيت موجوده اهي زي ما هي، انت انا كنت عامله من فتره كبيره جدا اكيد مش اللي فيه ميتال بوست، الكومبوزيت موجوده اهو لما عملنا الرابر ده حته الكومبوزيت موجوده زي ما هي. حط الداي شيل كيس وشلت الكومبوزيت القديم بالمره، انا كده كده عايز اعمل بوندنج كويس، وعملت جيننج لانترنال فيرل، دخلت شويه كده في البالب تشامبر، نبدا نرفع المارجن. عدلت طبعا بقى الرابر دام وهزيت الكلام بشويه وحطيت الويدج وحطيت الباند عشان اقدر اعمل ايزوليشن بشكل مناسب عشان اقدر ارفع الوولز بشكل مناسب. رفعت الوولز حطيت الريبوند فايبرز بتاعتي عشان تعمل سترينثنج بس للكومبوزيت اللي موجود عندي وتقلل الستريسز اللي موجود عليه، وعملتها فيرتي. يبقى الموضوع مش بس ان انا بعمل كومبوزيت، انا ممكن اعمل فيرتي، ممكن احط كراون بس احطه مظبوط. ده شكل اللي انا عملته لحد هنا، انا اقدر اعمل اي حاجه بمنتهى البساطه. انا بس خدت امبريشن للراجل واحنا قاعدين صبينا الكاست، فضل ارتاح شويه مثلا اشرب حاجه او كده ويبدا يدخل تاني. كنت عملت له دي على الكاست كومبوزيت، تعمل لها سيرفيس تريتمنت ساند بلاست هيدروفلوريك اسفورس فوسفوريك اسيد اتشنج دراي ابلاي البوند وما تعملوش كيورنج هيتد كومبوزيت وابدا اعمل سيمنتيشن. وده شكلها في الاخر بوندد
فيرتي عشان البيولوجي بتاع السنه، وفي نفس الوقت اللونجيفيتي بتاعتها قويه جدا. اوحش الظروف ايه اللي هيحصل؟ هتتخلع من مكانها، هنلزقها تاني. ده اوحش الظروف، ده لو حصلت. لكن هي مونو بلوك كونسبت، هي حته واحده مع السنه، هي واصله لحد تحت وماسكه فيه. الحل الوحيد انك تخلعها من البوندنج بتاعها، وده بياخد سنين على بال ما بيحصل. رساله حابب اقولها لكم، احنا خلصنا الحمد لله. الموضوع مش كومبوزيت شكله حلو، الموضوع هو سنه تعيش معاك كتير. حاول تحافظ على السنه، حافظ على السواق، وما تحافظش على العربيه. واي حاجه انا تحت امركم. مع بعض بقى في الاسئله. ما شاء الله. أنا نفسي استفدت كتير والله، حبيبي يا دكتور، فما شاء الله المحاضرة روعة الروعة، حاجة جميلة. أنا مش الله عايز يخليك. أخد الأسئلة لأنه بصراحة أنت صعبان عليا. الساعة 3 تمام. يعني ده أنا معنا مش عارف 10 دقايق أسألك كمان، ولا أقول لك إلحق أجري. معنا 10 دقايق. لا البيت قريب. بص دكاترة هم 10 دقايق، انا هشوف الاسئله اللي فاتت عشان بس ايه، هو لسه هيروح يتصح. انا لو مكانه مش هقعد، انا لو مكانه مش قاعد، مش هستنى اخد سؤال اصلا. ايه يا عم، هتلاقوني مش قفلت ايه مشكلة. ده النت فصل، فاهم؟ نت هجيبها في اي حاجه. في الدكتوره ساره بتقول دكتور مش فاهمه ازاي في اكسجين انهبيتنج لاير في النص، مش هي بتكون اخر طبقه من الكومبوزيت. ما هي اخر طبقه انا بعمل لها كيورنج من الكومبوزيت، هي طبقه على طبقه. انا بحط الكومبوزيت وبعمل لايت كيور من فوق. الطبقه الاخيره دي عند سمك 10 مايكرون، دي اسمها اوكسجين انهبيتنج لاير، دي اللي تقريبا بتخلي هي الكومبوزيت كانت يمسك في بعض. بتتكلم على الحاله اللي هي تتعمل تو ستيب، فانت كنت يعني كان شكل الحاله ما خلصتش، فهي مستغربه انك ازاي عملته في اه النص. بالظبط، ما هي هي دي طبقه كانت الطبقه كومبوزيت انا الاخيره. حاططها، هتمسك في اللي بعدها ازاي؟ ان في اوكسجين انهبيتنج لاير، انا بس بحط جليسرين وبعمل كيورنج من خلاله عشان الاوكسجين ما يوصلش ويبقى الاوكسجين انهبيتنج لاير دي راحت. في دكتور احمد حسن بيقول ممكن تشرح لنا حته السيمي دايركت تاني. سيمي دايركت، حته سنه فاضيه هي عندك، انت جبت الكومبوزيت وعملت له ابلكيشن من غير لا اتش ولا بوند، ورسمته وخلعته من مكانه وفنشته بره ورجعت لزقته تاني. طيب عملت دكتورة جوجل سارة عام على بتقول، انه كاست. أنا ممكن أظهر لك الأسئلة، أنت كده شايف السؤال عندك صح؟ اه تمام، عملت سيمنتيشن بايه؟ هيتد كومبوزيت، جبت نانو فيلد كومبوزيت وسخنته وبعدين خدت منه حته حطيتها في الكافيتي وعملت بيه سيمنتيشن مع البوندنج طبعا. طيب دكتور أحمد حسن، إيه الأوبشنز اللي ممكن نعمل بيها الهيتد كومبوزيت لو مفيش كومبوزيت هيتر؟ لو مفيش كومبوزيت هيتر ممكن تجيب واكس هيتر من عند اي حد بتاع ميك اب ومكياج وحاجات كده. مفيش، والموضوع خلاص بقى في الكليه، كوبايه ميه سخنه وحط فيها جلوفز وسقط سرنجه الكومبوزيت فيها. الجماعة بتوع المطبخ في البتاع بتاعت الزبادي بتكون ممكن دي بالزبادي حلوه، مش أصلها عندي. حلو، وناخدها العياده. ممكن المحاضرة هتتسابق دكتور أحمد؟ اه بإذن الله. خلاص تمام. دكتور أحمد ربيع أنت صعبان عليه. تعالى صحرني. دكتور محمد بيقول لك جايب منين البليزر؟ دخل على طمع على طول. جاكيت والله، جاكيت عادي. دكتور مين؟ دكتور مؤمن عايزين محاضرة تاني، بقيت مطلب جماهيري. محاضرة تانية من حاضر، فضلك. هنحاول. حاضر مع بعض. دكتور محمد، ينفع لو الحالة مكسورة نشيل الكسر بس ولا لازم نشيل الكومبوزيت كله؟ على يعني حسب، لو انت اللي عامل الكومبوزيت وضامن البوندنج بتاعه، شيل الجزء اللي مكسور وصلحه. لو انت مش ضامن البوندنج او الحاجه اللي بقالها كتير وشاكك في حاجه، شيل الكومبوزيت كله. دكتورة سارة، يعني بعد ما استخدم الكومبوزيت هلا كسيمي بنعمل له كيورنج عادي، بنعمل اتش بوند عادي خالص، بس ما بنعملش كيورنج للبوند. وبعد كده بنحط الكومبوزيت وبنعمل كيورنج لمده 40 ثانيه من كل سيرفيس، تمام. في حد وهو عنده أي بيكمل سؤال بالدارك تاني؟ كيورنج عادي، مفيش مشكلة. يا ريت الناس ما تسألش. يعني بقول لك حد عنده سؤال تاني؟ يا ريت ما حدش يسأل. لا لا تمام. يا ابني انت صعبان عليا والله. لا هروح هروح. هو الناس بدأت تشكر الدكتور أحمد ربيع. ثواني، كان بيقول بتعمل كيور
للبوند قبل ما تحط ريبوند ولا بعد ما اه لا، تكسر البوند بيتحط بيتعمل له كيورنج لوحده، اللي هو الدينتين سيب بالبوندنج بيتعمل له لوحده كيورنج، والريب بوند بيتعمل له كيورنج مع الفلاور. تمام. في حد عنده سؤال؟ الدكتور أحمد حسن. بقول هو القنبلة قال اللي طب حط ممكن ايه في يا دكتور الدايركت؟ القنبلة اللي حطيته دايركت رول ده يحصل له شرينكج، وممكن الكونتاكت تفتح، ولا الكومبوزيت اللي هعمل بيه سيمنتيشن هيعوضه؟ لا الكونتاكت مش هتفتح، ده انت ممكن اصلا تعمل ريدكشن كمان شويه عشان تنعم الكونتاكت كده وتعرف تحطها. صعب قوي ان الكونتاكت تفتح بسبب الشرينكج، بس لو حصل عدل الجزء ده تاني مش مشكله. دكتور محمد ربيع بيقول الساين والسيبتومز فور السيلكتيف كيريز ريموفد. هي كل الساينز والسيمتومز لحد ما توصل للحال انها ريفرسبل بالبايتس، اول ما توصل للحال انها ريفرسبل بالبايتس يعني الالم ما بيخفش، اول ما ستيمولس تروح الالم ما بيخفش، بيقعد فتره والالم بيبقى شديد جدا ما بيقدرش يستحمله، او ممكن يصحيه من النوم او بيورم. الحاجات دي كلها تهيئك ان البيشنت ده مش انديكيتد للسيلكتيف كيريس ريموفر. ولو عملت الكولد تيست والبيشنت ما حسش، اعرف ان الحاله دي نيكروتيك لانه صعب انه ما يحسش. مش حاسس وانت متاكد انه مش حاسس، اعمل على حاجه اكسبوز دنتين، ما حسش اعرف ان دي نيكروتيك. تمام. حد عنده أي سؤال تاني يا دكاترة؟ تالي كده كفاية. تسلم على المحاضرة الجميلة حبيبي قوي دي للأمانة. أنا الله هظهر لك يخليك، برضو، يعني أنا في حاجات مش راضي أظهرها. جزاك الله كل خير، بجد محاضرة جميلة والله، استفدنا ربنا وأتمنى يخليك تعملها يا محاضرة دكتور، تانية قريب إن شاء الله. وشكرا يا دكتور محمود على سؤالك. تسلم يا دكتور أحمد، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. ده يا دكتور، دي كل محاضرات دكتور مصطفى وقناة دكتور مصطفى الجميلة قوي، اه يعني اللي مصطفى أنا سردة بحبها ما شاء جدا. الله يعني. فأنا بقول له إن يعني عشان يبقى عارف، أنا كنت كلمته لسه مكلمه من فترة قريبة، لأن في ناس بتسألني على لينكات المحاضرات، فهو عنده بقى حاجة مجمعها لي كده، فاهمني؟ مجمعها كلها. بيسأل فأديله اللينك بقى وأنت اتبسط يعني. فهو برضه مجمع لك المحاضرات، وأكيد هيضيف المحاضرة دي إن شاء الله في بإذن ضمن الله. المحاضرات يعني. تسلم يا دكتور مصطفى. في بعض الناس الله يسلمك. لا ما مصطفى ما بيضيعش بيضيعش. وقت. دكتور الوقت متأخر، لو تراجعوا الوقت احنا نتمكن هو من ان شاء حضور الله الشكر. المحاضرة متسجلة وهنحاول الموضوع يبقى بدري. والله انا خلصت ايوه العيادة وعملتها على طول كفاية كده عشان تروح تلحق السحور، حتى لو بإذن حد الله. بعت حاجة بقى. بصوا، اللي محتاج حاجة من الدكتور أحمد، الدكتور أحمد ما بيتأخرش يعني للأمانة، ومش بشهى، مش بقول كده عشان خاطر هو صاحبي، بس أنا عارف ومتأكد إن هو ما بيتأخرش عن أي حد. لينك البروفايل بتاعه موجود في آخر بوستين ثلاثة كنت أنا منزلهم. اللي محتاج منه أي حاجة في أي وقت يبعت له على البروفايل بتاعه، وأنا متأكد إن هو هيرد عليه يعني على طول. تحت بس أمرك يعني في أي مش وقت. كل ساعات برضه بيبقى في ناس بتبقى يعني، هو النهارده مثلا كان مديني ميعاد الساعه 12، طلعنا الساعه 1 لان هو مشغول. يعني ايه دي لازم يبقى فيها عذر يعني. هو منصور دكتور بيبقى محمود لابي بيقول من رد ماشي يا على طول منصور، بعد نشوفك الريموت. بكره. بقول لك بعد الريموت حبيبي يا دكتور مصطفى. فاروح يا باشا اتسحر، وتصبح على خير يا دكاتره، وان شاء الله احاول مع الدكتور احمد كده يبقى في حاجه تاني قريب، وانا برضه بأمر احاول الله. اعمل لكم حاجه تاني قريب، ونتقابل دايما على خير ان شاء الله. تصبح على حبيبي خير يا يا باشا، روح اتسحر براء. دوبك نلحق حبيبي. يلا.